السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعين علماء مصر. أنا حابب أرحب مرة تانية بالدكتور وائل محمد. دكتور وائل محمد هو أستاذ بكلية الطب بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا، وبيقود فريق في علم الأعصاب في مصر، وينشر في العديد من المجلات المرموقة زي فرونتير، وكمان بينشر في العديد من الكتب مع سبرينجرز. أنا حابب أرحب بدكتور وائل، إزي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، الحمد لله، تمام. دلوقتي الميكروفون مع حضرتك، فحضرتك تقدر تبدأ. اتفضل. اوكي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله دي تاني محاضرة مع ايجيبت سكولر. كانت اول محاضرة هاو تو رايت هاو تو بابلش، ف يعني المحاضرتين يمكن مرتبطتين ببعض يعني. فعشان ندخل في الموضوع بسرعة، يعني هو العنوان طبعا كل الناس أكيد بتسأل، يعني ما هو علاقة العنوان بالكلام اللي احنا نقوله يعني. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بحييكم من ماليزيا، وأول سلايدز بتعريف بي، يعني فدي رحلة حياتي كلها موجودة، يعني مش هنضيع وقت فيها، ولكن اللي نحب نقف عليه إن يعني الحمد لله دخلت في شهادات كتيرة معايا وكده، فبالتالي يعني السيستم ان تعمل ثيسيس ازاي، وسواء كانت ماستر او دكتوراه او كده، يعني الامور ان شاء الله يعني هحاول اديكم خبرتي ان شاء الله فيها يعني. طيب، التايتل ميلكينج ذا راينو، يعني هو الكونسبت ده انا عرفته يمكن من زمان لما رحت كينيا مره وكده يعني. فهو ده بالظبط لما تيجي تقول لواحد مثلا، يعني انا ممكن اجيب لك لبن العصفور يعني. فميلكينج ذا راينو بتدل على الامبوسيبل، يعني انك انت تعرف تعمل حاجه امبوسيبل. يعني اماجن لو انا مثلا بقول لسيادتك ممكن تجيب لي شويه لبن من هذه الفيميل راينو، يعني فاطاف قدام الفيميل راينو، يعني ازاي تعمل ميلكينج الفيميل راينو؟ هل الابروتش هيكون فروم يعني ان فرونت باك رايت ليفت؟ فانت تفكر كتير، وحتى جدا لو خدت الديسيجن انك انت خلاص هتعمل ميلكينج للراينو، يعني هتبقى تحت ستريس، يعني ممكن يعمل لك مشكله، يقتلك، يموتك. فبالتالي هذا الاستريس هيؤدي الى انك في النهايه سوف يعني ممكن تفشل في هذه المهمه، او حتى لو نجحت ممكن تجيب شويه لبن صغيرين ما يكفوش حتى المج بتاع الكوفي يعني. فاذا خلاصه الكلام ان لما اقول ميلكينج زراينو انك انت بتعمل الامبوسيبل. طب هل ممكن نعمل ميلكينج زرانو؟ يس وي كان، اف وي نو ذا استراتيجي، اف وي هاف استراتيجي، اف وي هاف بلان، اف وي هاف تكنيكس. يبقى اذا كل الكلام اللي احنا بنتكلم عليه عن التكنيكس، طبعا ده معروف مشهور يعني، مش هقوله يعني، عارفين هو مين يعني. فايه السيجنيفيكانس بتاع انكمبليت ابل؟ لما عملوا لقاء معاه وكده قال لك ايه، ان ما فيش ساتش بيرفكت ثينج. يبقى احنا نتفق تماما ان هتعمل ثيسيس، يعني لان الموضوع بتاعنا ثيسيس، مهما عملت، مهما اشتغلت، مهما عملت، هتبقى امبرفكت، هيبقى في اخطاء، كذلك في الساينس، كذلك في العلم، في كل حاجه يعني. اجين شفنا السلايدز دي قبل كده، لان دي مهمه جدا الكولابوريشن يعني. فما فيش سوبر هيرو، ما فيش سوبر مان في الساينس، فانت لازم تعمل كولابوريشن مع زمايلك يعني. وهنا للاسف الشديد جدا ان هذا الكونسبت مش موجود في الدول العربيه بصفه عامه يعني، ومصر بصفه خاصه يعني. فهي المشكله ان لابد انك تعرف الايثكس بتاع الكولابوريشن يعني. I don't care about your religion, I don't care about your race, ethnicity, sexual orientation. شوف يعني I do care، بس الحاجه الوحيده اللي انا عاوزها انك انت تتعامل معايا بروفيشنال. فمن ضمن البروفيشناليزم انك تعرف ما لك وما عليك في الكولابوريشن. يعني ما ينفعش انك انت عشان تنشر وتسبق زمايلك وتعلي الاتش اندكس بتاعتك ويبقى عندك فيمس، وتطلع بقى يعني مع اسماء ايه ديت، لميس الحريري وبتاع الكلام اللي هو في التلفزيون ده، يعني انك انت تدوس على الاخلاق في الاكاديميا، يعني انك تسرق الداتا من زمايلك مثلا، ما تديش لكل ذي حق حقه. وبحزن جدا لما يكون مثلا في رساله وتلاقي المشرف المصري مثلا حاطط اسمه في الاول واسم الكانديديت في الاخر. طبعا ده فيتال ميستيك يعني. المفروض الكانديديت بنحط في الاسم في الاول، والمين سوبرفايزر دايما بنحط في الاخر، هو ده اللي احنا اتعلمناه. طيب، الرسمه دي ظريفه جدا جدا جدا، لان هي يعني نيجي نقول الكولابوريشن يبقى فيه وين وين سيتويشن. لما نيجي نمسك كده فيها جميله جدا، دايما كانوا في امريكا بيحبوها جدا يعني. لما نيجي نقول بي اتش دي ستودنت اللي هو انت يعني، او ماستر طبعا يعني، هنا سين باي بروفيسور. يبقى لو انت اندر جراد
البروفيسور بتاعك بيشوفك سيكسي جيرل وبتاع وكده، ودايما بيبقى يعني ايه يعني طيب وحنون وكيوت ومش عارف ايه وكلام من ده، يعني مع الاندر جراد، مع البي اتش دي ستودنت هي ده اللي احنا عاوزينه، بيبقى اكاديميك سليف. يعني لو ربنا كرمك وطلعت في الغرب، يعني في الغرب الكونسبت ده موجود، اكاديميك سليف، يبقى انت السليف بتاعي، يبقى انا اعمل فيك اللي انت عاوزه، اللي انا عاوزه، وتعمل لي اللي انا عاوزه. ماشي. هو ده للاسف شديد جدا في يعني، لان في المقابل هو بيديك فيزا ابعادك في مثلا في امريكا، مثلا كندا، وات ايفر، وطبعا عارف الوضع اللي انت موجود فيه في بلدك. يعني البوست دوك طبعا بيبقى عامل، فطبعا بينطحن عشان في مقابل الفلوس او اتش بي 1 فيزا في امريكا اند سو اون. طبعا بروفيسور مع بروفيسور بيهجسوا مع بعض، وانت مش عارف نوبل وانا نوبل والكلام الهكس ده كله، يعني كله نفاق في نفاق. يعني التكنيشن طبعا بيبقى ايه، هو اللي بيعمل كل حاجه في الموضوع يعني. والبروفيسور سين بالبي اتش دي ستودنت انه دايما بيزعق، ودي حقيقه طبعا، طبعا بيزعق ويتكلم ويعمل مشاكل يعني. طيب الريسيرش، الهدف والكونسبت في الريسيرش is to see what everybody else had seen and to think what nobody else had thought. يبقى احنا مش هنخترع حاجة، احنا بنخترعش حاجة، ولكن الفكرة كلها في rethinking، انك انت بتشوف المشاكل، بتشوف الجاب اللي موجودة في الريسيرش، وبعدين من خلال هذه الرؤية تبقى لك رؤيتك الخاصة، وانك انت تعرف تحطها في اطار جديد، علمي جديد يعني. طبعا no impossible, yes no impossible يعني، فهو لازم تبقى برو اكتف ان ايديتيفاينج ريسيرش جابس. يبقى هي وظيفتك الاساسيه في الريسيرش مش تخترع حاجه، انت بتشوف ايه ريسيرش جابس وتحاول تكمل. وطبعا زي ما قلنا مفيش هيرو، فبالتالي العمليه كلها مالتي ديسيبلينري، يعني كلنا بنكمل بعض، وبالتبعيه هيكون عندك فرستريشن كتيره جدا، وزي الجولف يعني. في الجولف طبعا مش بتجيب من اول الضربه يعني، لازم تتدرب و و و، ولكن نيفر ريدي تو جيف ات اب. يبقى اذا نيفر جيف اب طبعا، لان هو في الاخر الاكاديميا هي دي مشكلتها يعني. السلايدز دي ظريفه جدا يعني، طبعا ده في مجله التايم 2006. لو عملت جوجل على الاسم ده اللي هو الراجل بتاعنا ده اللي هو وو سوك مش عارف وانج واتيفر يعني، ده ظريفه جدا. المهم خلاصه الكلام، في 2006 حتى يعني العنوان بيقول لك ذا فولن ايدول، يعني هو الراجل ده قال لك انا اخترعت ستيم سيل ممكن اعملها نيورونز، يعني انا ممكن اعمل نيورو ديجنريشن في ري ديجنريشن للديث للديد نيورونز في السي ان اس. معنى كده ده انقلاب في السي ان اس، في النيورو ساينس كله يعني. فطبعا نشر في نيتشر، وفي كوريا عملوه اله يعني، وكان اباوت تو جيت يعني نوبل برايز. المشكله ظهرت فين، ان في لاب في المانيا حاول يعمل ريبليكيشن للشغل بتاعه، فشلوا ويطلعوا بنفس النتيجه. هنا بدأ الكونفليكت، اشتكوا للنيتشر وكلام يعني كوميونيكيشن وكده، فالراجل وقع في المصيدة، وطلع ان هو كان عمل فابريكيشن وفوتسوفيكيشن للداتا. طبعا حياته بقت ميزرابل، سحبوا منه كل حاجة وبقى متهم وتلفزيون وكده. المهم حياته انتهت، انتحر يعني. فإذا الدرس المستفاد أو النقطة اللي أنا عاوز أقولها هنا دلوقتي، ان زي ما قلنا مش عشان تخلي الاتش اندكس بتاعك 50 60 70، مش عشان تنشر في نيتشر، مش عشان يعني تبقى في الاكاديميا سي في بتاعتك تبقى 100 صفحه مثلا، تدوس على الاخلاقيات. طبعا مش هنتكلم بقى على الدين والحاجات دي، احنا بنتكلم على اخلاقيات بروفيشناليزم، فبالتالي يعني تحافظ على زمايلك وتحافظ على التيم ورك اللي معاك يعني. طبعا في تو تيرمز، ثيسيس اند ديسرتيشن. يعني طبعا الثيسيس دي دايما للماستر، الديسرتيشن طبعا للدكتوراه. ماشي، ممكن ندخل كله في بعضه مفيش مشاكل، بس هو ده احنا بنتكلم طبعا على الحاجات الايديال زي الكتاب ما بيقول يعني. الفرق بينهم ان الماستر انا مش عاوز من الطالب يعمل لي حاجه جديده، انا عاوز ان انا اعلمه التكنيكس، اعلمه ازاي يخش في الاكاديميه، يبقى فاميليار مع الاكاديميا في ريسيرش يعني. الدكتوراه لا، انا عاوز الدكتوراه يكون في نوفاليتي، في حاجه جديده يعني. لما اجي اقول لك مثلا انت ايه القصه الجديده بتاعتك، يعني انت ايه الاضافه بتاعتك، لازم يكون في اضافه ما للصوره العامه في اللي انت في عنوان الرساله بتاعتك يعني. الثيسيس يعني اقصى حاجه 100 صفحه، ما فيش اي مشاكل خالص، حتى ممكن تكون 20 صفحه 30 صفحه اتيز اوكي، ما فيش مشكله. الديسرتيشن لا انليميتد، يعني ممكن تكون 500 700 وات ايفر يعني. الثيسيس غير مطالب انك انت تنشر بيبر، ماشي، لو نشرت بيبر اتس اوكي، ما نشرتش برضو اتيز اوكي، ما فيش مشكله. الديسرتيشن لا، ما ينفعش، لازم تنشر اتليست 3 بيبرز. يبقى اذا ده بصفه عامه اللي موجود يعني، الايديال اللي موجود في العالم كله يعني. طبعا الكلام اللي انا بقوله ده بيزد على الامريكان سيستم، وده اللي موجود في امريكان سيستم. طبعا في كل سيستم في كل بلد ممكن يكون في اي حاجه هبد ماليش دعوه بيه يعني،
يعني ممكن السيسيس تمشي عادي من غير بابليكيشن، ما فيش مشكله يعني، ولكن احنا بنتكلم على الصح، لان في يوم من الايام ممكن تطلع في مكان محترم وتبقى مشرف على طلبه محترمين، فبالتالي لابد تعرف الكلام المحترم. ماشي، اللي بيحصل في الواقع ماليش دعوه، يعني احنا بنتكلم في الايدل يعني. طيب ممكن تقول doing the research of the thesis، يبقى انا دلوقتي لما اقول لك doing the thesis يعني انت بتعمل ايه يا مستر اكس؟ انا بعمل ان انا بعمل thesis. بعمل thesis يعني ايه؟ ان انا بعمل research ماشي وبكتب thesis يعني. لكن لما اقول في فتره ان انا بكتب thesis بس، يبقى في هذه الحاله انا بكتب بس ما بعملش research. طبعا دي مهمه جدا بالذات في لو انت في graduate school محترمه، فطبعا الستاتس بتاعتك بتتغير تبعا للموقف بتاعك. تغير الستاتس بيغير الفيز بتاعتك، بيغير حاجات كتيره جدا يعني الفيزا وخلاف يعني. في الجود نيوز عندنا النهارده يعني بيقول لك ايه، you have only to write one thesis، يبقى انت في حياتك كلها هتكتب مره واحده بس. ماشي، طبعا ممكن لو انت بتتحدث الفرنش ولا الجيرمان بتكتب اثنين، واحده بالاصل وفي اليابان كذلك، وواحده بالانجليزي يعني. طيب النقطه الثانيه انك انت عايز تقول دكتور، يعني بدل ما كنت احمد بقيت دكتور احمد، يعني بدل محمد بقيت دكتور محمد. اوكي، الباد نيوز ايه بقى؟ ان هو رايتنج ا ثيسيس از ا هارد بينفول ورك. طبعا بينفول يعني زي ما بنقول كده بين ان ذا اس، فطبعا دي ماساه كبيره جدا يعني. سام بيبل نيفر مانج تو رايت وان، يعني احيانا بتفشل، في ناس كتيره جدا بتتعثر وما تقدرش تكمل الثيسيس بتاعتها. ات از ان لايك اني اذر دوكيمنت، يعني العمليه كلها عاوزه تكنيكس زي ما قلنا ميلكينج ذا راين، يبقى انت عاوز كله تكنيكس واستراتيجيه عشان تقدر تكتب ثيسيس وتطلع منها. في التعريف البي اتش دي في ميريام ويبستر، ات از اكاديميك who has learned more and more، يبقى انت في اثناء البي اتش دي بتتعلم حاجات كتير جدا 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 about less and less في حته صغيره جدا ملهاش اي قيمه خالص. ماشي، so that eventually they know everything about nothing، يبقى انت ما تعيش في الدور انك انت بقيت دكتور، انت بقيت nothing، ما فيش حاجه يعني، دخلت سوري حمار وطلعت حمار، ما فيش اي مشكله خالص يعني. اللي احنا عاوزين نقوله ان التواضع والامور بتمشي كده يعني، فانت ما بقتش سوبرمان يعني، ما حطيت دكتور او بي اتش دي او ام دي واتيفر يعني، it doesn't matter يعني. فاحنا بنقول دلوقتي انك انت يعني خدت معلومات كتيره جدا عن حاجات صغيره جدا، وفي الاخر طلعت يعني نقدر نقول يعني مش فاهم حاجه جدا يعني. فالمهم هنتكلم عن الحاجات دي كلها ان شاء الله النهارده في عجاله سريعه جدا يعني. وزي ما قلت انا الكلام ده بيزد على التجربه في الاكاديميكال، يبقى طبعا في اليو اس، لان خدت الام دي بي اتش دي من يو اس، فريفابيلر مع الاكاديميكال سيستم ودكتوراه. وطبعا الدكتوراه من امريكا قويه جدا، اقوى من اوروبا، لان في اكاديميا عندنا تو سيز اللي هو كومبريهنسيف اكزام وكانديدسي اكزام. كانديدسي اكزام بتاخده بعد سنه من 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 التحقق بالكورسات يعني، سنه بتاخد كورسات ودي قويه جدا في امريكا يعني، ومن الجينيتكس وكلام من ده، وبعدين يديك امتحان في فيما درس في السنه ديت. وطبعا في احتمالات انك ممكن تتقفى من الكورس لانك انت سيء ودرجاتك سي مش بي او كده وكلام من ده يعني، او تكمل. يبقى انت بشوف هل انت كانديديت افيلابل يعني، كانديديت كويس تراستابل ان انت تقدر تكمل ولا ما تكملش. طب عديت الكانس اكزام بعد سنتين بتشتغل وكلام من ده، يبقى في كومبريهنسيف اكزام. الكومب اكزام ده بيبقى طبعا يعني نقدر نقول هو عباره عن ديسرتيشن ديفنس يعني، يعني في سابق لاوانه شويه يعني، وبعد كده بيبقى في ديفنس كتير جدا. وبالتالي ده السيستم الامريكان. طبعا السيستم في اوروبا مختلف، اللي هو عباره عن فايف على طول، بتخش بتناقش على طول، ولذلك ما فيش مصداقيه كبيره، لانك انت تقدر تعمل لاب لكن ما عندكش ثيوريتيكال باك جراوند. الثيوريتيكال باك جراوند مهمه جدا، انت شغال في جينز ومش عارف كلام من ده، وفي جينز مثلا في الالزهايمر او واتيفر، فبالتالي انت كويس في اللاب والتكنيكس لكن ما عندكش باك جراوند. ماشي، طيب في ثلاث صور مهمين جدا يعني، ليه بنشتغل يعني، هو العنوان هنا reasons to do thesis، ليه نعمل thesis. الصورة الأولانية أنت before PhD بتكون ديك ونافش ريشك وكده، بعد PhD على طول بتروح إيه على كنتاكي على طول، بتتعمل يعني خلاص يعني فراخ يعني، بتبقى قطع مقرمشة يعني. وده فعلا اللي بيحصل، لأن طبعا PhD يعني مؤلمة جدا يعني. طيب النقطة الثانية يعني PhD متاهة، نعم متاهة يعني، one entry يعني، دخلت لازم تطلع، ما فيش no way، ما فيش أي شورت كات، ما فيش أي حاجة تانية جدا يعني. الصورة دي ظريفة جدا، العمل مع الأغبياء يزيد من احتمال التعرض لجلطات القلب بسبب ارتفاع الضغط النفسي، طبعا يعني ده معروف جدا. فأنت لو ربنا كرمك بسوبرفايزر غبي يعني 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 بيشع غباء يعني، ده خلاص ده نهاية حياتك يعني، انت ممكن تنتهي بديبريشن انكزايتي يعني، ممكن تنتحر يعني. فهو بالتالي الأمور مهمة جدا
انك تعرف انت عاوز ايه، هل انت عاوز تكمل بي اتش دي تبدا بي اتش دي ولا مش عاوز تكمل بي اتش دي. طيب ممكن ناس تقول لك يعني في اسباب كتيره جدا عمل بي اتش دي، اكاديميك ديجري اتس اوكي، عامل سكيلز عشان تعمل ريسيرش، لايكس ريسيرش، انا بحب الريسيرش، انا بحب ابقى عالم وساينتست، انك ممكن تكتب اباوت ريسيرش، ممكن تبقى في الاخر يعني راجل مرجع وفيمس وكده، وطبعا في اذرز، في حاجات كتيره جدا ممكن نقولها يعني. ولكن الرياليستيك بقى بنقول ايه، اتز يونيون كارد فور اكاديميا، ماشي؟ يبقى هو ده الكارت اللي بيقدر يدخلك الاكاديميا. يبقى ما ينفعش ان انا اعينك ستاف في الجامعه انك انت تبقى اسيستنت بروفيسور او بروفيسور وانت ما معكش دكتوراه مثلا. طبعا سيبنا من السيستم في مصر اللي هو بتتخرج من الكليه وتتعين فور ايفر، لا، انت في اي بلد تانية في كونتراكت وفي 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 اعلان انك انت بتقدم بتتعين اسيستنت اسوشيت او بروفيسور، بعد مثلا سنتين ثلاث سنين العدد بيخلص، بيشوف الكي بي اي اللي هو كي بيرفورمانس اندكس، الاندكس بتاعك والبابليكيشن والجرانتس وكلام من ده، لو انت كويس بيجدد لك العقد، لو انت مش كويس بيديك ايه استمره سته واتكل على الله يعني. طب ان ذا بروسس يو ويل ليرن هاو تو رايت، اكيد طبعا لازم بتتعلم ازاي تكتب على طول يعني. يو جيت تو اد دكتور زي ما قلنا، ات ويل انتروديوس يو اند يور ريسيرش تو ذا اودينس، ات ويل ادفانس اور نوليدج جاست ا ليتل، زي ما قلنا بتطلع بتخش العمليه كلها ليتل يعني، ما فيش بريك ثرو يعني، مش هتقدر يعني، ما اقدرش نقول ان البي اتش دي هتخليك تديك نوبل، البي اتش دي هتخليك يعني تنتقل نقله بالعلم، لا طبعا ده ما بيحصلش يعني. طيب ات ويل بي ريد باي اذرز، طبعا ده كلام خرافه يعني، لان هو مش ما فيش حد بيروح البي اتش دي بيعملها الا اذا كنت انت مضطر انك تروح تعملها، وطبعا في مصر البي اتش ديات كلها بتلف فيها طعميه واكل وكده وعلى الارصفه يعني. فاذا يعني اذا ما تعيش في الدور وتقول ان انا بعمل بقى ان انا اعمل ثيسز وكده وان انا احطها براود وبتاع واعملها بقى كرتون واحطها في المكتبه في والسي دي الالكتروني والكلام الهقص ده، لا، ما تدخلش نفسك في قصه يعني مؤلمه وكده علشان هدف يعني خرافي مش موجود يعني. It will make you famous unlikely، صح، ما فيش حاجه بتعملك famous يعني، ماشي، الفيموس والقصه الثانيه دي لها سكه ثانيه، مش البي اتش دي يعني. It will radically change science unlikely، ماشي، يبقى زي ما قلنا الكلام بتاعنا كمان. طيب يعني طب ايه الاسباب اللي تخليك ما تعملش بي اتش دي، not to do PhD. interest، يبقى انت اصلا انت ممكن تاخد بكالوريوس وتشتغل في الصناعه في البرايفت سيكتور، ودي مشهوره جدا في اوروبا وامريكا يعني، وبالتالي تقول لا طب انا ادخل نفسي ليه في قصه ان انا دكتوراه 5-6 سنين وواحد يتحكم فيا وبعدين احط اكاديميا والعمليه وبعدين في العائد المادي بتاعها قليل جدا يعني. ما تيجي تشوف مثلا في مصر انت مثلا مدرس ولا اسيستنت بروفيسور بتاخد 6000 جنيه صوت، لكن انت لو اتخرجت واشتغلت مثلا سيف طب برايفت هوسبيتال مثلا، خلاص لو رحت السعوديه واشتغلت جي بي في السعوديه هتحقق يعني مبلغ اكتر، وسيبك بقى من وجع الدماغ والتكتب وبتاع كلام من ده. يبقى اذا الانترست بتاعتك ايه، هل انت فعلا عاوز تكمل في علم وبتاع وكده، بس هتخسر حاجات كتير، هتخسر مثلا حياتك السوشيال، هتخسر الفلوس وكلام من ده يعني، ولا اتس اوكي لاك اوف ابتيتيود فور ريسيرش، لو انت اصلا ما عندكش بقى الباشون بقى اللي بقول عليه في الريسيرش، مش عاوز يعني doesn't matter معاك يعني. هاي بريوريتي اوف يوز اوف تايم زي ما قلنا، سيوتبل ديجري، سيوتبل جايدنس، انت برضه عاوز تشتغل باي تكنولوجي مثلا وكل الجامعات اللي حواليك ما فيهاش باي تكنولوجي يعني، فبالتالي انت مش لاقي اللي انت عاوزه يعني. طيب يبقى احنا خدنا الريزون بتاع ليه بتعمل ثيسز وليه ما تعملش. طيب اهم حاجه في في في, في القصه دي كلها فورمينج يور ادفايزري كوميتي، طبعا يعني اللي هي لجنه الاشراف يعني، دي اهم حاجه في القصه دي كلها يعني، لان لو كانت كويسه خلاص انت بقيت ظبطت، لو كانت سيئه خلاص يبقى انت برضو يعني انتهيت تكنيكالي، ات از ستارت اوف ذا اند. فلما نيجي نشوف الصوره الظريفه دي، ده بروفيسور طبعا بدله وكرافطه كلام اللي انتوا عارفينه ده كده، ومحيط نفسه بهال ان هو يعني ساينتست والعالم اللي يعني عمل ما اتعملش يعني. الاندر جراد بالنسبه له عباره عن طفل صغير مدلل، فبالتالي بيطبطب عليه، ولذلك دايما تلاقي تسال مثلا الاندر جراد عند مثلا في طب مثلا الدكتور اكس ده، يا مش معقول ده الدكتور ده جميل جدا، ده انا نفسي اكون زيه، ده ربنا يكرمه، مش عارف ليه بقى، لانه بيديهم امتحانات متظبط ومش عارف يتكلم معاهم بالراحه. يجي بقى يتقلب على الوش الثاني، تلاقي مثلا انظر مونستر يعني، تلاقي راجل ثاني مختلف مع البي اتش دي ستودنت، ويشخط ويعمل ويشتمك ويبهدلك ويقول لك روح اعمل واذهب واحتطب وبيع ولا ارانياك الا بعد مش عارف 5-6 شهور بعد ما تجيب كده يعني. فهو اذا دي الفكره طبعا. البوست دوك طبعا طول النهار في الشغل بتاعه، لان انا واخد جرانت مثلا معايا فلوس، فبقوم جايب واحد بوست دوك ارزعه في اللاب عندي
يشتغل ويطلع لي. او اخد انا الداتا ديت اعملها في الداتا شو واروح مؤتمرات واعيش حياتي وبتاع وكده، ومين اللي عمل الشغل كله؟ انا لا افقه شيء كبروفيسور في الشغل، كل اللي عمله هو البوست دوك. طيب نفس القصه برضو زي ما انتم شايفين، ده بتؤكد اللي احنا بنقوله، ده الادفايزر وده الماستر ستودنت. طبعا بيلعبوا مع بعض ومش عارف ايه في حمام السباحه وكده، والحاجات الشياكه دي والحاجات اللي انت بتشوفها بقى في الافلام وكده، وسايب البي اتش دي ستودنت يغرق. يعني هو بيقول لك ايه سيلف ليرنينج، بيقول لك ماليش دعوه بك، تيجي تساله على حاجه ما يقولكش حاجه، لانه اصلا هو حمار مش عارف حاجه يعني ماشي. فهو بالتالي خلاص روح انت اشتغل بنفسك، اعمل اللي انت عاوزه، وانت عمال تغرق واني اغرق ومفيش حد حاسس بيك خالص. يعني في قصص دراماتيك في الاكاديميا في امريكا مثلا، ممكن تحصل مشاكل ديبريشن وانكزايتي. وطبعا البوست دوك غرقان اصلا، هو كده غرقان. يعني تيجي تقول له مثلا اعمل مش عارف ايه، تسال عايز مين، مش هيسال حاجه، لازم هو اللي يشتغل يعني. وبالتالي هو ده الكونتريبيوشن بتاع الادفايزر في البي اتش دي، شويه الملح اللي هو بيعملهم الراجل ده يعني. فهو يعني بالتالي يعني هو يعني ده الادفايزر اللي هو الكلاسيكي اللي احنا بنشوفه واللي احنا بنعرفه يعني، بس هو مش هو ده المفروض يحصل يعني. فطبعا في الكوميتي بيبقى فيه شير، الشير ده اللي هو مين سوبرفايزر، ده هو البوس جامد يعني. طب تختاره ازاي؟ طبعا يعني انت حقيقة هو بتعتمد على نيتك، نيتك حلوة بتقع في واحد حلو، نيتك وحشة بتقع في واحد وحش. انا كانت نيتي حلوة بس وقعت في واحد سيء يعني، معرفش دي ليه، اختبار من ربنا ولا ايه يعني. بس اختياري كان ازاي؟ ان كنت بختار، لقيت الراجل كده، شفت الوسط طبعا كانت امريكا كلها مفتوحه قدامي وما اعمل، فلقيت الراجل ده مبتسم بيلعب مع الطلبه بتوعه. الصور بقى اللي هي ايه، بتلاقيهم ده دايما كده بيعملوا قدام البتاع كده، يطلعوا فوق كده ويعملوا مش عارف ايه، وفرح وفن وبيكنيك واكل مع بعض. وتسمعوا الراجل ده يعني لا يمكن يتساب، ماشي، ده راجل اب حنون ومش عارف ايه وكده يعني. والنقطه الثانيه اللي كنت بدور عليها طبعا كتفكيري المصري البحت، الراجل كان عنده جرانت رهيبه جدا، فطبعا جرانت هانتر، قلت بقى خلاص انا اروح مع الراجل ده يظبطني، هوب هوب دبل كيك، اخلص الدكتوراه اقعد معاه بوست دوك، هوب هوب اخد جرين كارد مش عارف ايه تاني في امريكا، هوب هوب ماشي. فطبعا ده بقى ده اللي انا شفته. وطبعا ما تعرفش النفسويات بقى، ما هو ويب سايت وابتسامات وحاجات من ده. رحت هناك طبعا انطحنت يعني، وفي الاخر الموضوع انتهى بديسكريميشن ريبورت، وكنا نروح المحكمه يعني. فالمهم يعني 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 عشان تختار ازاي، انا مش هقدر اقول لك تختار ازاي بصراحه، لان هو ما فيش بارامترز، لان زي ما قلنا هو يعني المعلومات يمكن يكون واحد زميلك يكون جرب مثلا، تاخد فيدباك من الطلبه اللي كانوا عنده وكده يعني. اعتقد هو ده ممكن يكون الحل يعني. فهو بنقول يعني كلام اكاديمي يعني، هم يو نو اند ريسبكت يعني، واحد يكون محترم شكلا وموضوعا يعني، ما يكونش بس شكله بس كده وخلاص يعني. بيعمل ريسيرش في المجال بتاعك اللي انت فيه، نوليدج، راجل على علم طبعا وخلق طبعا، ما يبقاش يعني هجاص يعني. انف تايم تو جايد يو، ما يكونش طبعا عنده ادمنستريتيف ورك على طول يعني، ما يكونش مثلا عميد كليه ومدير المستشفيات الجامعيه ورئيس قسم ومش عارف ماسك ايه في وزاره الصحه وما يستجد وما يستجد. فطبعا ما فيش وقت ان هو يعمل لك جايد يعني. فانت عاوز واحد مركز معاك عشان يقدر يتابع معاك يعني. لايك وركينج وذ ستودنت، واحد بيحب الستودنت مش قرفان من نفسه يعني. فطبعا جود موديل وكلام من ده يعني. لو انت اخترت شير كويس اللي هو السوبرفايزر كويس، فبالتالي في كوميتي معاه. كوميتي طبعا عاداته ممكن يكون 5 6 7 واتيفر تبع الريجوليشن يعني. فانت لازم تقعد مع السوبرفايزر بتاعك تقول له طبعا عاوز 5 أو 6 يعني معايا. فلازم تستشيره ليه بقى؟ لان هو طبعا هو المين يعني، هو المين سوبرفايزر وهو البوس الكبير يعني. ما ينفعش تجيب له واحد متخانق مع بعض، ما ينفعش تجيب واحد مرات ده متخانق مع مرات ده مش عارف ايه، في نفسويات، ده شغال وعياده ده جنب عياده ده، فالاثنين ما بيحبوش بعض. فالمهم يعني لازم يكون ما يكونش في مشاكل بين الكل. بالنسبه لك انت ما يعنيك في هذا الموضوع، ان انت دلوقتي لو تختار الناس اللي هم يفيدوك، بمعنى ان لو انت شغال في جينز يبقى انت عاوز واحد بيكون في الجينز، يلعب في الجينز ومش عارف ايه الكلام ده، عشان ايه؟ يقدر يعمل لك جايدنس يعني. انت شغال في بيهيفيرال مثلا يبقى انت عاوز واحد بيهيفير، انت شغال ان فيفو يبقى عاوز واحد ان فيفو، شغال ان فيترو يبقى عاوز واحد ان فيترو، انت شغال مثلا سايكولوجي وكوتشينير والكلام الكبير ده يبقى انت عاوز واحد ستاتستكس كويس مخلص عشان يخلص لك الامور كلها. فبالتالي انت تختار الخمسه، مش بس هم بيقعدوا مع بعض في القهوه والكافيه ومش عارف الكلام من ده وبيجاملوا بعض، لا، انت يكون لك راي، لان هل ده هيفيدني ولا مش هيفيدني؟ مش هيفيدني خلاص انا مش محتاجه يعني، في 100,000 احمد، في 100,000 محمود وهكذا يعني. الهدف من القصه دي كلها انك انت لازم stay in touch مع الكوميتي بتاعتك يعني.
على اساس ان هم هيفيدوك ويظبطوا عليك ويظبطوا الامور معاك يعني. طيب اخترنا دلوقتي قلنا هنخش هنعمل بي اتش دي، انا بحب العلم طبعا، وبعدين اخترت السوبرفايزر، اخترت الكوميتي، طب اختار الموضوع بقى. الارتكل ده ظريف جدا يعني، برضو 2008 وممكن تعمل له جوجل وتقراه كله، جميل جدا يعني. بيقول لك ايه the importance of stupidity in scientific research، يعني ايه يعني 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 انا نفس الموضوع ده، انا احب الموضوع ده، وان انا اي طالب بيجي لي ماستر او كذا انا احب اقول له بص خليك غبي يعني، انا احب اديني في الغباء يعني، لازم تبقى غبي، لان كل ما كنت غبي كل ما كنت بتتساءل كتير، طب دي ليه، طب دي طالعه ازاي، طب انا اعمل ايه، طب احط الحته دي مع دي ازاي. فبالتالي لما تبقى يعني غبي متمرس في الساينس بالذات، هتبقى في كويشنز، يبقى في هايبوثيسز، يبقى في كلام بيعمل. طب انا هنكتب بقى الكوتس اللي انا يعني احب ان انا يعني اقولها لكم. يعني بتقول لك ايه يا ست ديت مارتن، طبعا we just do not know what we are doing, we cannot be sure whether we are asking the right question or doing the right experiment until we get the answer or the result. يبقى هي بتقول ان احنا دايما في معظم حاجاتنا ان احنا بنسال سؤال ونخش على اللاب ونعمل اكسبيرمنت ونصرف مصاريف ونصرف كذا، وفي الاخر تطلع الاجابه، هذه الاجابه ملهاش اي قيمه، هذه الاجابه لن تضيف جديدا الى الصوره العامه في المرض او الصوره العامه في البحث العلمي. فبتقول we do not do a good enough job of teaching our student how to be productively stupid. يبقى احنا في نوع من الغباء، طبعا غباء يعني غباء اللي هو بيسموه غباء ذكر يعني، مع غباء ملوش حل يعني. والغباء البرودكتيف بقى، ما الغباء البرودكتيف يعني ايه، ان انا if we do not feel stupid it means we are not really trying. يبقى اذا كل ما كنت انت غبي، كل ما كنت بتتساءل، كل ما كنت عاوز تعرف الاجابه، كل ما تعرف تحط الامور في نصابها، فبالتالي انت تعرف تطلع لي شغل كويس يعني. The more comfortable we become with being stupid, the deeper we will made into the unknown and more likely we are to make big discoveries. يبقى اذا الرساله اللي احنا عاوزين نقولها من هذه السلايد ايه، ان احنا يعني 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 خليك يعني ريلاكس يعني، ما يعني ودايما اسال ودايما خش في الامور ان ديب عشان تقدر تطلع ريسيرش كويشنز كويس، وبالتالي هايبوثيسس كويسه وايمز كويسه واوبجكتيف كويسه، تعمل لي انت في الاخر حاجه كويسه اتليست تبقى يعني فخور بيها يعني. طيب الجود ثيسيس توبيك جريتلي انترست ذا بيرسون دوينج ذا ريسيرش، يبقى اذا انت انترست الحته دي، يبقى انت مثلا انت انترست بتاع سي ان اس مثلا شغال نيورو ديجنريتيف ديز اوردر، طب انت شغال على باركنسونز ولا الزهايمر، لا انا بحب الزهايمر، خلاص يبقى انت شغال على الزهايمر. طب الزهايمر ده هتعمل ريسيرش، طب انت ان فيفو ولا ان فيترو، يعني هتجيب انيمال موديل ومش عارف ايه وتعمله، ولا هتبقى ان فيترو سيل كلتشر وتستنى جنب السيل كلتشر في اللاب والكلام من ده، لا انا عاوز اعمل ان فيفو. طب ان فيفو ده هتختار ايه، مايس، رات، زيبرا فيش، مش عارف ايه، فروت فلايت ولا برايمتس ولا ايه. طب اخترت الموديل، هل الدراسه اللي انت هتعملها دي دراسه ميكانيستيك، يعني انت عاوز تشوف الميكانيزمات، ولا باثوفيسيولوجي، او تشوف الاندرلاينج باثوفيسيولوجي، ولا تراكس باثويز، او تشوف الباثويز اللي موجوده مثلا في الزهايمر ديزيز، ولا جينيتكس، عاوز تعمل جينيتكس ايبيجينيتكس، ولا دراسه بتعمل ريبليكيشن لعمل اخر كان موجود يعني، ولا انت اصلا عاوز تشتغل كلينيكال ترايلز مع عيانين وتجيب عينات ومش عارف ايه وتعمل بايو ماركرز وتبتدي تشتغل معاهم. يبقى اذا انت لازم تكون انترستد بالموضوع، وطبعا امبورتنس تو اذرز، يبقى زي ما قلت اللي هو الهوت توبيك، يبقى انت لازم تدور على جاب، ومن خلال الجاب ديت تقدر تتكلم وتعمل طبعا ببلشبل ورك. يبقى في النهايه انت الايم بتاعك من القصه دي كلها انك انت عاوز تنكريز يور فيزيبيليتي ان ذا ساينتفك كوميونتي. طب فيزيبيليتي ازاي؟ عن طريق بابليكيشن. يبقى انت ما تعملش حاجه تافهه وتديني في التفاهه وتقضي مثلا 3 4 سنين في التفاهه وتيجي تنشر ما تتنشرش، لا احنا عاوزين حاجه لها قيمه وفاليبل يعني. يبقى في النهايه لازم نعمل جود ساينتفك ستوري. يبقى اذا ده القصه يعني. الرسم ده بيقول لك 8 ستيبس فور سيلكتنج ا توبيك فور بي اتش دي ديسرتيشن، طبعا يعني كلام احنا قلناه تقريبا ولكن ده كلام منظم ومنسق. يبقى سيلكت تشالنجينج توبيك، يبقى عاوز تشالنجينج توبيك، ريسيرش ريسيرش ريسيرش، يعني تنك ابحث في الليتريتشر وخد وقتك وشوف الناس عملت ايه وايه الجديد وايه التشالنجز وايه الجابز اللي موجوده فيه. فاميلايز يور سيلف وذ desired subject، لازم تقرا كتير عليه. focus on your areas of interest، يبقى انت خش في حته واحده، ما تقولش مثلا نيرو ديجنريشن كبير، طب ما تقولش الزهايمر كبير، حدد نفسك انت عاوز ايه والدراسه بتاعتك هتيب على ايه وبالتالي بتخش فيها يعني. برين ستورم اكيد طبعا، برين ستورم النارو داون، انك انت دايما في الاخر بتخش وهكذا موجود معانا. اوكي
طيب طبعا قبل ما تعمل زي ما قلنا تقرا كتير كتير، كل ما تقرا كتير وتعمل بحث وكلام من ده، فبالتالي بتعمل الايديا بتاعتك بتعملها بولشنج، فبالتالي الايديا بتكبر معاك وكده يعني. يبقى اذا ريفايننج ثيسيس توبيك، يبقى الفكره بتبدا معاك فكره كبيره مش عارف محتاس يعني، العمليه كبيره جدا وواسعه، فانا اركز في، فكل ما تفكر فيها كل ما تقرا كل ما تعمل ديسكشن مع زمايلك ومع الكوميتي بتاعتك، فبالتالي بتبقى نار ونار 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 لحد ما في الاخر تصل الى جود ريسيرش كويشنز اللي احنا بنقوله وعاوزين طبعا يعني. طيب دلوقتي ان 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 يعني وصلنا لكل هذه الحاجات، ان احنا اخترنا سيسيز وادفايزر والتوبيك والكلام ده كله. طيب ازاي نعمل بروبوزل؟ لان بروبوزل هو المرحله الاولى من البتاع. طبعا عشان تسجل دكتوراه بتعمل بروبوزل وتاخد موافقه مشرفين ومش عارف ايه وكلام من ده، وبعدين تقدم مجلس كليه ومجلس مجلس قسم ومجلس كليه مجلس جامعه دراسات عليا، فالموضوع بيكبر معاك يعني. فاذا لو انت عندك بروبوزل اتس اوكي، يبقى ستادي بيبليوجرافي، يبقى انت بتشوف الريفرنس كلها الورك دام بيفور. لو انت البروبوزل ده اتعمل قبل كده يس، يبقى تعيد تاني اللفه، يبقى لازم تكون عندك بروبوزل من جديد. طب نو الورك ده، الورك ده ما تعملش في جاب في كلام من ده، يبقى تعمل ديزاين اكسبيرمنت. يبقى انت تشوف الاكسبيرمنت بتاعتك هتشتغل ازاي، زي ما قلنا انكلوجن كراتيريا اكسكلوجن كراتيريا اكسبيرمنت انيمال هيومن مش عارف ايه كلام من ده يعني. طيب الاكسبيرمنت بتاعتك ده تبص از ات فيزيبل، يعني انت مثلا في المنوفيه في طب المنوفيه، هل انت عندك امكانيات تعمل هذا العمل ولا لا؟ هل انت عندك جين سيكوينسينج هتتعلم؟ هل انت عندك اللي هو ايبيجينيتكس ومش عارف ميتابوليومك والاومكس والكلام من ده ولا ما عندكش؟ طب لو ما عندكش هوب، يبقى تقوم راجع تاني عايد القصه من الاول وتشوف حاجه فيزيبل معاك يعني. طب لو انت عندك ات از اوكي يس، يبقى انت في هذه الحاله استضل البيبليوجرافي تاني عشان تعمل ريفايز البروبوزل، انك انت ريفيزيت يور بروبوزل. بعد كده ما تعمل البروبوزل ده ممكن تخش تشوف هل يعني تعمل ديسكشن مع زمايلك، ديسكشن في توك في سيمينارز في القسم في كلام من ده يعني. لو قالوا لك ممكن تعمل مور اكسبيرمنت تكون معاها، لو ات از اوكي يبقى الريزلت انف يس، يبقى ذا الاند. لو نو no يبقى انت في نفس القصه هتعمل استادي اوف ذا بيبليوجرافي. يبقى اذا في نهايه المطاف ان هنا استادي بيبليوجرافي، يبقى انت لازم تشوف الليتريتشرز، تعمل ليتريتشر ريفيو، دي اهم حاجه، وهنا الليتريتشر ريفيو في الاثنين مع بعض. يبقى في البروبوزل انت لازم تعمل سيز اند جاستيفايز، يبقى كل حاجه تعملها جاستيفيكيشن. لو انت خدت رات ليه خدت الرات، لو انت خدت الميل بس ما خدتش الفيميل ليه خدت الميل والفيميل، لو انت خدت الايج الايج بتاعه 5 ويك ليه 5 ويك، لو انت هتدي مثلا دراجز معين هتدي انتربروتينال انترافاسكولار المود اوف انجكشن ليه خدت المود اوف انجكشن، طيب ليه الحته دي بالذات، طبعا هتقيس او هتعمل جينيتك مابينج ليه الجينز ده بالذات. يبقى اذا لازم تعمل كل حاجه جاستيفيكيشن، وطبعا الهدف الاساسي منها ان المفروض بيقيم علميا، وعشان ال الريسيرش ايثكس كوميتي بتشوف والله انت يعني كنت رحيم ولا لا، عدد الانيمالز عدد الهيومن، طب في كونسنت ما فيش كونسنت كلام من ده. يبقى ده البينفيت بتاع البروبوزل انك بتبقى بلاند، يبقى انت كل حاجه بلاند كل حاجه في كده، فبالتالي dont waste your time and your money. اوكي بتاخد فيدباك من الناس، المهم بتراجع الاي ار بي والإثيكس كوميتي، بتبقى الاكسبكتيشن بتاعتك معروفة، لأنك أنت يعني ما تبقاش حالم، لأن لازم إحنا دلوقتي حاطين حاجات حاطين إيمز، ولذلك أنت وانس عملت بروبوزل توافق عليه، يبقى أنت مجبر بالإيمز اللي موجودة عندك. ممكن تقلل عنها وتعمل جاستيفيكيشن، لكن ما ينفعش يعني سوري ممكن تزود عليها لكن ما ينفعش تقلل عنها. يعني انا عندي 3 ايمز 1 2 3، يبقى لو انا ما عملتهمش يبقى انا كده اخليت بالعقد اللي بيني وبين المؤسسه بتاعتي او اليونيفرسيتي، يبقى ده في وقفه يعني، يبقى لازم اعمل جاستيفيكيشن كبير يعني. طبعا البروبوزل لو انكتب كويس ممكن البروبوزل ده يبقى الدرافت بتاع الثيسيس، لما تيجي تكتب الثيسيس تقوم واخد البروبوزل وتقوم حاطه وبادي عليه، لان هو نفس السكشنز، ولكن هتغير التنس من 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 فيوتشر الى باست، لانك الفيوتشر في البروبوزل بتقول اي ويل انجكت اي ويل جيف، في الثيسيس انت اوريدي يو ديد، سو يعني هتغيره في الباست يعني. اوكي يبقى هو ده فايده البروبوزل يعني. زي ما قلنا بروبوزل يور توبك از جود الميثودز سيوتبل كل حاجه في التمام، يبقى انا كده بطمن انك انت ماشي في التراك الصحيح اوكي يعني. وزي ما قلنا stay in close touch with your committee، لان هم مهمين جدا يعني، فانت لازم في regular meeting. ومن الذكاء بتاعك ان get them involved، يعني هو كل مثلا شهر شهرين تقول طب ايه رايك يا جماعه نقعد مع بعض، وتقوم جايب ورقه وقلم، انا عملت كذا ما عملتش كذا، الكيميكالز دي مش عارف اجيبها، طب مش عارف ايه، طب انا بعمل رات والرات كلها بتموت، طب مش عارف ايه، طب ممكن نزود الجرعه نقلل الجرعه، عملنا انستيزيا بكذا ما عملنا whatever ماشي. فبالتالي انت بتعمل
يعني شو ذم انك انت، انك انت راجل اكتف ودايناميك، وانك انت بتشتغل وفي نفس الوقت تبقى حجه عليهم بعد كده لما يجي يقول لك الله ده انا ما عملتش كده ليه، طب ما انا قلت لك يا عم من سنتين وانت كنت قاعد بتاكل ومطنشني يعني ما كده. فبالتالي دي من مصلحتك انت يعني. وطبعا في الاماكن المحترمه بتبقى ريكوردد يعني، انك انت ممكن بتروح حتى لو فيس تو فيس يعني قبل الاونلاين يعني، اونلاين تبقى ريكوردد اوكي، بس فيس تو فيس كانت بتبقى ريكوردد وبتاع وفي محضر اجتماع وحيث انه بما انه كده يعني. يبقى اذا انت سيك كوميتي ادفايس مهمه جدا يعني. وطبعا وانت بتعمل الريسيرش طبعا بتبقى الايدياز طبعا ممكن تتغير في حاجات، ممكن تتعمل في حاجات وتعمل ريدايركشنز. وطبعا مهم جدا وانس انك انت بدات الشغل العملي تبتدي تكتب الثيسيس بتاعتك، وطبعا اهم حاجه تبقى الليتريتشر او الميثودز او كلام من ده يعني. في كونسبت بيسموه اسباجيتي بروبلم، طبعا من الكلام بروبلم از بروبلم اسباجيتي اسباجيتي يعني، خلاص الموضوع معروفه يعني، مش عاوزه كلام يعني. فبالتالي دي عباره عن ايه، انك انت بتيجي في فتره كده من فترات تلاقي كل الافكار تدخلت كالاسباجيتي في ذهنك يعني، ما تعرفش تعمل ايه، مش عارف انت فين، انت مين، انت ازاي، انت ليه كده يعني. فبالتالي يعني عشان تطلع من هذه المشكله دي، لو 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 سرحت فيها وتنيتك فيها يعني ديدلوك يعني، ما في النهايه هتلاقي نفسك انت في البلاله يعني. فعشان تطلع من هذه المشكله حاول انك انت يعني التكنيك اللي هم حتى بيقولوه في الاكاديميه والادفايس بيقول لك ايه، كوفي ميتنج يعني. انت ايه، انت مثلا شغال في لاب او شغال في مستشفى او وطيفاً شغال في اللي انت فيه المكان انت فيه، تيجي وقت اللانش اور تشوف مثلا واحد صديقك جنبك او كوليج او مش عارف ايه، هاي مش عارف ايه، ايه رايك ناخد كوفي مع بعض ونروح ناخد اللانش اور، تروح معاه او معاها طبعا مفيش مشكله يعني. فبتبتدي تتكلم، والله ده انا بفكر في كذا وبعمل كذا وبعمل مش كذا، انت ايه رايك، طب ايه رايك، طب مش عارف ايه، تبتدي نعمل ديسكشن وانت قاعدين في هذه الريلاكسيشن وهذه الاجواء الجميله يعني. فانت ممكن تطلع بفكره كويسه، ممكن ترتب افكارك، قال طب انت ليه ما عملتش كذا، لان دي كذا، لان ما عملتش كذا، ده انا عملت كذا، انت فاهمني. فبالتالي التكه ديت هي دي السوشيال بقى، هو ده النتوركينج اللي بنقول عليه. يبقى انت كل ما كان عندك نتوركينج وايد نتوركينج اوكي، كل ما كنت ممكن تجيب الفيدباك على طول، لانك انت ممكن تسال زميلك ده هنا ممكن حتى في بلد تانية انسون. يبقى هو بيقول لك ايه هنا، ميك ا ليست اوف ذا بوينتس يو وونت تو ميك ان اني اوردر. يبقى انت تحط الافكار بتاعتك كلها، انا عاوز اعمل كذا وكذا 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 يعني، انا عاوز اشتغل على 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 الماكرو جلايا والاستروسايتس في الالزهايمر مع اي بيتا انيمال موديل بتاع الاي دي، واشوف علاقتهم بالنيورو انفلاميشن، البرو انفلاماتوري، انفلاماتوري بايو ماركرز، وبعدين اخد عينه من السي اس اف، ممكن تيجي مثلا ميسنجر ار ان ايه. طب فانت ازاي تبدا، ازاي تحط الكلام ده، ازاي تحول هذه الافكار الى فكره سوليد ايديا. تراي تو بوت ذم ان سيكونس، فيل ان مور ديتيلز، ميك ان اوت لاين، كيب ادينج اند اديتينج اند سو اون. تيبيكالي ذا فيرست تايم ات ويل تيك يو 20 مينيتس تو اكسبلين يور فاندينج. يبقى انت في اللقاء الاولاني في الكوفي ممكن مش عارف انت confused يعني، في كلاود، في برين كلاود، برين فريز ان الايديا، مش عارف تعمل فيها حاجه. ولكن في السكند تايم لما تروحوا بقى يعني سكند ميتنج وكلام من ده، وانت بتشربوا قهوه يعني، ممكن تاخد 10 minutes and then 5 minutes and then you are done. يبقى اذا اسباجيتي بروبلم دي معروفه مشهوره والاستابليشد، عشان حقيقه نقدر نتغلب عليها لازم تعمل استشارات للناس يعني. السلايد دي بتقول لك ايه، كونسبشوال فريم ورك. طبعا فريم ورك معروف، فريم ورك كونسبشوال معروف كونسبشوال، فخلاص يعني هو خلاص كده السلايد انتهت يعني. طيب ايه القصه في الموضوع ده يعني؟ دايما لما بيجي لي مثلا ماستر او بي اتش دي ستودنت بنتكلم في الاول هتشتغل على ايه، مش عارف ايه، ناخد وندي في الكلام في الحوارات مش عارف ايه وكده، كوفي برضه نفس الفكره يعني. ابتدي اقول مثلا طب خلاص يعني روح كده مع نفسك اعمل ليتريتشر ريفيو وشوف الجابز موجوده. يوم جاي لي بالجابز، والله عاوزين نعمل كذا، انترستنج، واو انترستنج، اكسايتد، مش عارف ايه الكلام الكبير ده. طب اقول له بقى ايه يعني، حطها لي بقى في كونسبشوال فريم ورك يعني ماتريكس يعني، لخص لي القصه دي كلها، الفيلم ده كله هيجي ايه اللي عاوز. فانت عشان تحط كونسبشوال فريم ورك يبقى لازم تدخل كله في بعض. فده مثلا من ضمن بي اتش دي ستودنت عندنا يعني، البنت بتشتغل على اي بيتا 142 اللي هو ده انيمال موديل اوف اي دي الزهايمر ديزيز ماشي. يبقى الناس اللي مش في طب، ده عباره عن رات بنجيبه ونعمل له الزهايمر ديزيز اللي هو مرض الزهايمر يعني. فالزهايمر ديزيز هيأثر على الجلايل سيلز اللي هو موجوده في البرين. يبقى انا هشتغل على الجلايل سيلز. الجلايل سيلز ديت هتؤدي الى اوكسيديتيف ستريس، هتؤدي الى برو انفلاميشنز، هتؤدي الى 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 سايتوكاينز اللي هو انفلاميشن، تؤدي الى نيورو انفلاميشن، تؤدي الى كرونيك انفلاميشن،
هيكون في سي دي 33 والترم 2 دي نقدر نقول جينات مثلا بي اي سي 1 جينز مسنجر ار ان اي جينز، كل ده هيأثر على الميموري ماشي. وطبعا في اسهم راحه جايه مش عارف ايه كلام من ده. يبقى انا هنا دلوقتي اقدر اطلع الهايبوثيسز، اقدر اطلع الايمز، اقدر اطلع الاوبجكتيف. يبقى انا من ضمن الاوبجكتيف اللي عندي ان انا اعمل اكزامينيشن او لينك بين الجلايل سيلز، الماركر بتاع الجلايل سيلز والانفلاماتوري ماركرز. ممكن اعمل بين الانفلاماتوري بايو ماركرز والجينز ماشي. ممكن استخدم مسنجر ار ان اي از ا بايو ماركر فور ديتكشن اند دياجنوسيس اوف الزهايمر ديزيز. ممكن اعمل ميموري تيست بيهيفيرال تيستينج اللي هو الميموري اللي هو مثلا زي موريس ووترميز اند سو اون اند سو اون عشان اعمل بيهيفيرال لينك. يبقى انا دلوقتي عملت لينك بين الاستراكشرال اللي هو موجود في البرين اللي هو الجلايا جلايل سيلز، عملت مع الانفلاميشنز اللي هو نيورو انفلاميشنز، عملت مع الجينز اللي هو جينيتكس، عملت مع البيهيفيرال اللي هو الميموري. اي انني دلوقتي ان هذه الدراسه عباره عن examining of the underlying pathophysiology of Alzheimer's disease. معنى كده ان انا بعمل لينك بين الالزهايمر ديزيز الباثوفيسيولوجي والنيورو انفلاميشن. معنى كده ان انا بقول هايبوثيسيس جديده جدا ان الالزهايمر ديزيز ده يا اخوانا نتيجه انفلاميشن في السي ان اس اللي هو في الجهاز العصبي المركزي. يبقى انا دلوقتي لو قدرت اسيطر على الانفلاميشن اقدر اسيطر على الديمنشيا ولوس اوف ميموري اند سو اون. يبقى اذا ده الكونسبشوال فريم ورك. يبقى دلوقتي لما اجي انا اناقش اي رساله ماجستير او دكتوراه ماشي، بخش على الاخر يعني اخر الكلام اقول له يا ابني خد مثلا الماركر اهوت والسبوره قدامك اعمل لي كونسبشوال فريم ورك. يقول لي يعني ايه كونسبشوال فريم ورك؟ ساعه ما يقول كده يبقى احنا كده في البلاله، يبقى احنا بنتكلم بقى في كاتيجوري ثانيه خلاص. يعني هو احنا رحنا في سكه ثانيه، هو مش عارف معنى الكلمه، فبالتالي ازاي يقدر يعمل. والله لو كان كويس ومتعلم كويس والكوميتي بتاعته كويسه هيقوم بمنتهى البساطه يعمل شويه البوكسات والحاجات دي، وده داخل على ده وداخل على ده ماشي. لو فهم طبعا يبقى كده خلاص، يبقى هي كده كل الرساله في هذه السلايدز اللي هي موجوده يعني. طيب بعد كده عرفنا الكلام ده كله، يبقى نعمل رايتنج اند ريفايزنج ثيسيس. طبعا بدانا الشغل، طبعا عملنا الشغل ومش عارف ايه وكلام من ده، مش قصتنا ازاي نشتغل، ده ممكن نعمله في ويبينار تاني ازاي بقى اعمل اكسبيرمنت وكلام من ده. لكن احنا دلوقتي بنركز على البي اتش دي اللي هو الثيسيس رايتنج يعني. طيب في عندنا نوعين من الثيسيس كبار جدا يعني ما اعرفش، هو طبعا في مصر ما عندنا هو نوع واحد بس ماشي. عندنا في حاجه اسمها تراديشنال وفي حاجه اسمها مودرن ثيسيس. التراديشنال ديت اللي هو كوهيرنت دوكيمنت ذات بروفايدز ا كومبليت اند سيستماتيك اكاونت اوف يور ريسيرش، ده كل الثيسيس اللي موجوده في مصر ماشي، اللي هو ايه بده وخلاص، اللي هو ليتريتشر ريفيو انترودكشن ماتيريال اند ميثودز، اعمل الميثودز ان ديتيلز يا ابني، حط البامفلت بتاع كل حاجه كلام من ده، انكلوجن اكسكلوجن كرايتيريا بتاع العيانين، حط الرو تيبلز، حط الاستاتستيك، اي حاجه تقابلك حطها في ثيسيس ماشي. يبقى ده اسمه ايه؟ هبد منظم يعني. ده التراديشنال اللي هو خلاص بقى التراديشنال، مش حد يتكلم في التراديشنال دلوقتي يا اخوانا يعني، وده كلام احنا في 2021 يعني. كل الاب تو ديت دلوقتي مودرن بقى يعني، حاجات بقى المودرن بقى زي كل حاجه دلوقتي يعني. فالمودرن ثيسيس بقى عباره عن ايه؟ مانسكريبت بيزد. الله، كلام جميل جدا يعني. معنى كده ان ان ان, إن الثيسيس عباره عن ايه؟ عباره عن ابحاث منشوره، عباره عن مانسكريبتس يعني. اتليست عندي 3 مانسكريبتس منشورين، يبقى دي فيها مصداقيه اكتر، يبقى دي فيها شكلها جميل وجنتل وكلام حلو جدا. يبقى انا دلوقتي في خلال البي اتش دي بتاعتي 5 سنين 6 سنين انشر 3 بيبر في جورنالز. طبعا مش هنختلف بقى يعني امكاناتك الماديه ايه، هاي امباكت فاكتور لو امباكت فاكتور تحت السلم منوفيه ميديكال جورنال مش عارف، مش قصتنا يعني. المهم في 3 منشورين ماشي، وتقوم عامل ايه شابتر، يبقى شابتر 1 انترودكشن، شابتر 2 و3 و4 اللي هم الثلاثه مانسكريبت بتوعك، وشابتر 5 كونكلوجن مع الفريم ورك والكلام من. يبقى انت كده خلصت العمليه، يبقى انت لما تيجي تكتب مش هتعمل حاجه يعني. طب ايه الميزه بتاع القصه دي؟ انا اعرفها بعدين، ولكن في عجاله سريعه ان المودرن ديت يعني بتديك ثقل وبتدي كريديبيليتي للشغل بتاعك. يبقى التراديشنال ثيسيس زي ما قلنا الفرونت ماتر والباك ماتر اكيد يعني. الفرونت ماتر اللي هو ايه؟ تات البيج وابستراكت تيبل اوف كونتنت، الكور بقى الشابترز، اي شابتر انت عاوزه واكتب زي ما انت عاوز يعني. الباك ماتر يعني ممكن تعمل ريفرنسز، ممكن تعمل ابندكسز اوكي. طبعا الانترودكشن بتعمل انترودكشن فيها، وبعدين ميثودز، وبعدين ريزلتس، وبعدين ديسكشنز. طبعا كلنا عارفين الكلام ده كله، وبنتبع فيها حاجه اسمها اي ام ار اي دي. اي ام ار اي دي اللي هو ده ستراكشرز انترناشونال، اي يعني انترودكشن،
ام يعني ميثودز، ار يعني ريزلت، اي يعني اند، ديسكشنز. يبقى عشان تراديشنال ثيسيس لازم يكون فيها امرد. امرد ديت لو مش موجوده يبقى انا كده خلاص ما بتكلمش في الثيسيس خالص. ولكن عشان حتى الاكسبت من الجامعه اللي انت فيها او كده باي لو او باي ريجوليشن لازم يكون في انترودكشن وميثودز وريزلت وديسكشن. عاوز تزود اي شباتر وي دونت كير، ولكن دي المين والبيزك موجود عندنا. طبعا في ابستراكت، في ابستراكت، يعني الابستراكت ديت بتبقى مهمه جدا، وطبعا الابستراكت بنخليها للاخر لانها صعبه جدا يعني. يبقى انت عشان تكتب حاجات بريف صعبه، لكن عشان تدش وتكتب حاجات كبيره ده سهله جدا يعني. بتكون 100 300 ووردز، الاستراكشر بتاعها لها سبيسيفيك استراكشر تبع الجورنال اللي انت هتعمل فيه او تبع الريجوليشن بتاع الاكاديميك اوفيس عندك، بريسايز كلير انترستنج. في تكنيك في الابستراكت بيسموه سبيس، اس بي اس اي، اللي هو اس يعني سيتويشن، بي بروبلم، اس سوليوشن، ايفالويشن. يبقى انا عشان اقرا ابستراكت كويسه، لو انا مثلا دلوقتي بحكم في مؤتمر وانت بعت لي ابستراكت عشان اكسبت ولا ريفيوز، يبقى انا بشوف الثلاثه اس بي اس اي. السيتويشن ديسكرايب ذا جنرال باك جراوند، ذا سيتنج ان ويتش يور ريسيرش تيكس بليس. يبقى انا لازم اعرف باك جراوند عن الريسيرش، البروبلم ايه البروبلم اللي انت عاملها تو بي ادريسد، السوليوشن وات ديد يو اور تراي تو ادريس ذس بروبلم، ايفالويشن هاو ديد يو ايفالويت ذا بروبوزد سوليوشن اند وات وير ذا ريزلت. ماشي، وطبعا بتزود عليها الامبليكيشنز وكلام من ده. يبقى انت لما تكتب اي ابستراكت في اي مؤتمر عشان تتقبل، او ايفن في 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 جورنال مثلا عشان تعمل ابستراكت تتقبل، اللي لازم يكون فيها اللي هو الثلاثه اس بي سي. البرازر براونز ده في سنه 94 عمل لك حاجه جميله جدا اسمها 8 كويشنز. يبقى ال 8 كويشنز دول برضو اجين انك انت لابد ان هم يكونوا موجوده في الابستراكت. يبقى انا لما اقرا ابستراكت 100 او 300 ووردز وما لقيتش إجابة على سؤال من الأسئلة الثمانية دول، يبقى على طول أنت فشلت أنك أنت توصل هذه المعلومة، وكده مش بروفيشنال إطلاقاً، وريجكشن يعني بتاخد البيج ريجكشن يعني جود ريجكشن يعني. يبقى هو are interested readers يعني 3 او 5 ريدرز، يعني القصه بتاعتك ديت انترستد ايه؟ هل مثلا ميديكال فيلد انجينيرنج مش عارف ايه الكلام من ده يعني. وات ديد يو دو، انت عملت ايه؟ وات الواي، عملت الواي، وات هابند، الريزلت 50 كلمه طبعا، وات دو ذا ريزلت مينز ان ثيوري، يعني ايه المينينج ان براكتس، في الثيوري يعني انتربريتيشن اوف يور ريزلت، البراكتس وات از ذا كلينيكال امبليكيشن لو قلنا في الطب، او وات از ذا ريل لايف سوشيال لايف امبليكيشنز، وات از ذا كي بينيفيتس اوف ريدرز، ايه اللي هستفيد من القصه دي كلها والحوار ده كله، وات ريمينز ان ريزولفد، يعني انت في اسئله انت ما جاوبتهاش لانك انت ما عملتش كل حاجه، فانت عاوز تعمل ايه. يبقى اذا براونز 8 كويشنز دي مهمه جدا انك انت الثيسز سوري الابستراكت تجاوب على هذه الحاجات في خلال 100 ل 300 ووردز. طبعا في التراديشنال زي ما قلنا شابتر انترودكشن، ذا بروبلم ستيتمنت، واي ذس ريسيرش از امبورتنت، وريسيرش جابس. يبقى انت في الانترودكشن بتديني باك جراوند اند سيجنيفيكانس، بتديني ريسيرش جابس، يبقى حيث انه بما انه عمله مش عارف ايه. ولكن يبقى السؤال المهم جدا ان مفيش مثلا علاج للالزهايمر ديزيز. يبقى رغم ان احنا بقى لنا 50 سنه 60 سنه بنشتغل على الزهايمر ديزيز والديمنشيا، لكن مفيش ريل كيور. يبقى انت هنا دلوقتي بتعمل ثيسز عشان تحاول تجد دواء ناجع وناجح في علاج الالزهايمر في الديمنشيا، لان لحد دلوقتي it is symptomatic treatment just on cognitive enhancer drugs. يبقى اذا ده research gaps. طيب الobjective زي ما قلنا انك انت عاوز تعمل دواء. طب الhypothesis، الhypothesis بقول ان انا لو اديت ال let us say herbal medicine، لو عملت تكنيك معين، لو مش عارف لو علاجت الانفلاميشن، ممكن دي تبقى كعلاج لل ADHD sorry للالزهايمر ديزيز. Outline the thesis and dissertation، وحيث أنه هذه thesis تتكون من كذا 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 كذا. What do the next chapters cover؟ والشابتر القادم سوف يغطي كذا كذا كذا. يبقى إذن في الانترودكشن دي comprehensive، إن أنا بس إن أنا قرأت الانترودكشن أنت كده ثبتني، يبقى أنا لازم أقعد أقري. يبقى أنت لما تيجي مثلا بعمل review أو بعمل أنا external examiner لرسالة دكتوراه عبارة عن 300 صفحة 500 صفحة أو 200 صفحة، ماشي؟ يبقى أنا لو قريت الشابتر الأولاني اللي هو الانترودكشن لقيتك أنت عامل فيه الألعاب دي كل حاجه، يبقى انت كده سددتني يعني شدتني، انت كده ثبتتني، يبقى انا خلاص لابد ان انا اكمل كل الشباتر اللي موجوده. literature review طبعا review of relevant literature compare and contrast previous literatures how does your intended work extend the knowledge frontier. وطبعا في literature review لو انت شغال في 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 branch معين او field معين لابد انك في seminal
literatures، يعني في شغل معين لناس معينه فيمس في الفيلد ده لازم تتقال، لو ما اتقالتش يبقى انت كده بتهجص. يعني لو انت شغال في الادكشن مثلا يبقى لازم البروفيسور اكس والجروب بتاعته، يبقى كل البيبر بتاع البروفيسور اكس ده ايقونه في الادكشن لازم تتقال، لو ما اتقالش يبقى انت بتهجص بتهرج. يعني شغال في البيهيفيرال مثلا يبقى لا، هكذا شغال في الفيلد بتاعك وات ايفر يبقى لازم تعمل. يبقى اذا الليتريتشر ريفيو مهمه، اهميتها ان هي بت 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 بتلخص، وبالتالي يعني ما دونت يعني ما تلتش وتعجن فيها، يعني انت بس عاوز تجيب لي الخلاصه والسيرش. دخلنا على الميثودولوجي ديفلوب ثيوريتيكال فريم ورك اندرلاينج ذيس ريسيرش، يبقى انا عاوز الثيوري اللي موجوده هنا. هاو وود ريزلتس فروم ذا testable hypotheses alter or support the proposed theoretical framework. يبقى عند يبقى في coherent، يبقى في sense بين ال theory بين ال hypothesis وبين ال aims وبين ال objective. ماشي، في specific aim واحد واثنين، في objective، في sub aims and so on. اوكي ده فيه. بعد كده الداتا سبيسيفيكيشن او كولكشن بروسيدجرز، باك جراوند انفورميشن اباوت داتا، فاريبل ديسكريبشنز، سامبلينج ديسكريبتيف ستاتستكس. طبعا يعني لو انت بتاخد مثلا سامبل بتشغل على عينين كلينيكال بيشنت مثلا، الانكلوجن كرايتيريا بتاع العينين ايه، والاكسكلوجن كرايتيريا، وازاي تحلل الداتا بتاعتك وكل ده. فانت بالتالي في الداتا امبيريكال موديل اند استيميشن ريزلتس اللي هو بيزد اون ثيوريتيكال فريم ورك، ديفلوب امبيريكال موديل، ديسكاس استيميشن بروسيدجرز اند تيستينج استيميشن ريزلت اند تيست ريزلت. طبعا ده مينلي مش في اللايف ساينس، يعني مينلي في الساينسز الثانيه، ولكن ايفن في اللايف ساينس. يبقى انت بتعمل زي ما قلنا الفريم ورك الكونسبشوال فريم ورك، بتدخل كله في بعضه، بتعرف تربط كل الخيوط ببعض انك انت هتعمل ايه وايه الهدف اند سو اون. سامري كونكلوجن اند ريكومنديشن، ده اخر شابتر بعد ما خلصت كل الكلام ده. سامرايز يور فايندينج جيفن يور امبيريكال ريزلت بيسد اون يور ريزلت اند كونكلوجن وات دو يو ريكومند. يبقى انا ريكومند مثلا ان الداتا بتاعتي دي كان كود بي اكسترابوليتد تو هيومن. السيتنج بتاعنا ايه؟ انا لان في النهايه انا المفروض ان انا في طب يعني مثلا بعمل ريسيرش عشان اعالج الانسان مش اعالج الحيوان. يعني انا بعمل على رات بس مش اعالج الرات، انا بعالج الانسان. يبقى ازاي بقى الداتا بتاعتك ديت اكسترابوليتد في كلينيكال سيتنج ان انا اوصلها في الاخر لدياجنوستيك للهيومن او تريتمنت للهيومن. يبقى انا اقول ان الداتا بتاعتي ديت كود بي اكسترابوليتد تو ذا هيومن ان ذا فورم اوف ان انا ممكن مثلا ادي دواء مع دواء، ان انا اعمل مش عارف تكنيك لايف ستايل اند سو اون. اوكي يبقى انا في النهايه لازم اعمل كلينيكال امبليكيشنز، وطبعا بيبقى فيه ليميتيشنز. طبعا اي دراسه لها ليميتيشن، بتعمل ليميتيشن وان المفروض انك انت تتغلب عليه. يعني مثلا دلوقتي في كوفيد مثلا، يبقى الكوفيد ده من ضمن الليميتيشن، المفروض اروح مثلا اللاب، المفروض اروح كل يوم مش عارف ايه، بجيب كيميكالز، اجيب ماتيريالز اتاخرت عشان الترانسبورتيشن من اكسترنال مش عارف ايه الكلام من ده. فكل الكلام ده انت بتسدك بتكتبه. يعني الكونكلوجن اهميته ان هو يعني ده الخلاصه الاكستراكت، يعني هو يعني انت ممكن الثيسيس بتقرا اول شابتر انترودكشن وتجري على طول على الكونكلوجن تشوف القصه دي كلها ماشيه ازاي، هل تستاهل ان انا اضيع فيها وقتي ولا اقلب وخلاص. يعني فالكونكلوجن مهم جدا. What is the strongest and the most important statement that you can make from your observation؟ يبقى اذا الكونكلوجن بتاعك الفوكس بتاعتك القصه دي كلها عملتها ايه في كونكلوجن مهم وكذا. يبقى انا مثلا سي في المثال اللي احنا قلناه ده ان الكونكلوجن بتاعنا ان في لينك، في سترونج لينك بين النيورو انفلاميشن والالزهايمر. معنى كده ان انا لو عالجت النيورو انفلاميشن بادويه الانفلاميشنز انتي انفلاماتوري ممكن اسيطر على الالزهايمر. معنى كده ان انا ممكن استخدم الانفلاماتوري بايو ماركرز as an indicator or diagnosis for Alzheimer's disease especially early onset Alzheimer's disease. يبقى انا دلوقتي المهم ان انا اركز على conclusions. refer to problem posed. يبقى انا في الاول قلت ان في gap في treatment وقلت ان انا عملت كذا وقلت ان انا بشتغل، ولكن دلوقتي بقول ان انا برد على كلامي وعلى السؤال اللي انا سالته في الاول هو what is the treatment. treatment دلوقتي ممكن يكون anti inflammatory drugs. طيب summarize new observation new interpretations and new insights. it's okay. طيب نمشي مع بعض. what are the contributions of new knowledge to that your thesis makes. يبقى انت عملت دلوقتي حته يعني لبنه في جدار عدم الفهم في الساينتفك ستوري. يبقى انت في الثيسيس بتاعتك دي كلها طلعت في جملتين اتنين، الجملتين دول ممكن واحد يبني عليهم بعد كده وتستمر الفهم، يعني ممكن تفتح السكه لناس تانية. او انت مثلا اخترت جينز ده ما حدش اختاره قبل كده او اختاره وشفته باسلوب اخر يعني، فبالتالي بيبقى في continuity. وطبعا زي ما قلنا القصه بتاعت اخينا اللي هو انتحر وكده reproducibility. يبقى اذا اهم حاجه في الريسيرش honesty
integrity, reproducibility. تاني honesty، يبقى انت honest، ما تفبركش ما تضربش. You can exaggerate but don't lie، يعني ما تبقاش كذاب، يعني ما تفبركش، مش عشان تتخلص الثيسيس وتعمل وتقلب وتترقى استاذ ولا استاذ مساعد وتعمل، مش عشان برضو تضرب بيبر وتخش لجنة الترقية بخمسة بيبر ومش عارف ايه وكلام الهقص ده كله وتترقى وتبقى استاذ وتكتب بروف وكلام كده، يعني انك 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 يعني تدوس على الاخلاقيات وكده يعني. فاحنا عاوزين يبقى في ايثكس يعني. كذلك reproducibility، reproducibility يعني ايه؟ ان لو واحد، انا مثلا في مصر، لو واحد في الكونغو، فلو واحد في كندا في امريكا ارى الثيسيس بتاعتي واتبع الخطوات بتاعتي، يبقى ممكن يطلع بنفس النتيجه اللي انا عاملها. لو النتيجه مختلفه يبقى انا كده بهجص. ماشي. يبقى اذا اهم فيتشر في الساينتفك في الساينس reproducibility. ماشي. اوكي. في حاجه اسمها رول اوف 3، ثلاثه طبعا زي ما انت شايف كده، يعني الست جابت ثلاثه فالراجل مات يعني. فهو within each chapter، في كل شابتر، يبقى ده تكنيك في كتابه الرساله. يبقى التكنيك في كتابه الرساله بيقول لك رول اوف 3 انك within each chapter repeat yourself 3 times. يبقى كل شابتر بتكتب فيه انترو انترودكشن وي ويل شو بودي وي شو ذات اوكي كونكلوجن وي هاف شون ذات. يبقى اذا يعني 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 عشان كده بقول لك المودرن ثيسيس احسن. ليه؟ لان عباره عن بيبر، كل شابتر عباره عن بيبر قائم بذاته. يبقى هل ممكن ان الشابتر بتاعك stands alone chapter or stands alone manuscript؟ هو ده السؤال. لو انت نجحت في stands alone، بمعنى لو انت قطعت الشابتر 2 واديتهولي عشان اقراه، اطلع بايه؟ بانتروداكشن، ببودي، بكونكلوجن، اطلع بحاجه حلوه يعني. حتى لو انت مش ناشر، الفكره كلها ان الشابتر يكون يعني كوهيرنت ويكون فيه سنس وجميل وكده يعني. فهو بالتالي يعني لو ستاندز الون شابتر اتس اوكي، يبقى انت نجحت. لو عجن وانا في الاخر بعد ما قريت الشابتر ما فهمتش اي حاجه في اي حاجه، يبقى انت فعلا اكيد في مصر. طيب within thesis، within thesis، داخل الثيسيس repeat your contribution 3 times. اوكي انتروداكشن، مين شابترز، كونكلوجن شابترز. يبقى احنا دلوقتي الرولز بتاعنا الثلاثه، كل شابتر يكون فيه انتروداكشن بودي كونكلوجن ثلاث مرات كل شابتر كده. الثيسيس نفسها، الكونتريبيوشن بتاعك في كل شابتر، ماشي، ومين شابترز وكونكلوجن شابتر. بس بقول لك ايه، بات دو نوت بور ريدر، يعني ما تبقاش ممل بقى، مش كل شويه هتقعد ترت وتعجن في الكلام يعني. ماشي. فانت ايه يعني اتبع هذا القانون الثري، يعني في الانترودكشن بريف، انجز في الانترودكشن، كونكلوجن برودر، يعني كونكلوجن بقى وسع واعمل وانا عملت مش عارف ايه والكلام من ده يعني. ماشي. طيب احنا كل الكلام ده كان قلنا في التراديشنال زي ما قلنا. طب الثيسيس اللي هي بقى المودرن، اللي انا بحبها بقى، اللي هو يعني الحاجه الحلوه الجميله بقى، الواحد بيفرح لما بيشوف ناس عاملاها، يعني اللي هي مانسكريبت بيزد او مالتي ارتكل. الله، شفت الكلمه جميله، مالتي ارتكل. ارتكل يعني ارتكل، مالتي يعني مالتي، خلاص الموضوع خلصان يعني. فانت تنشر بقى 3 بيبر، 5 بيبر، 4 بيبر، 20 بيبر، ما في كل بيبر ستاندز الون بيبر، ستاندز الون شابتر، يبقى هو لوحده. ماشي. فبالتالي ده معناها constructed around one or more related manuscripts. Manuscripts must be included as published or submitted. يبقى انت ممكن تعمل submission، مش شرط تبقى final. ماشي. ولكن انت تكون already مكتوبة كأنها manuscript. Partial papers or combination of papers are not accepted. يعني ما تحطليش بقى، يعني زي ما قلنا stands alone، ما تحطليش بقى حاجة ناقصة. يعني ما تكتبليش chapter على انه مثلا paper وما فيش methods، وتقول الميثود ميثودز سي شابتر 2 وانت في شابتر 4، ما انت بتهجص بقى. يبقى ده اسمه هبد منظم، هبد علمي منظم. يبقى احنا دلوقتي يبقى كل شابتر يبقى مانسكريبت، كل شابتر يبقى ارتكل، كل شابتر ستاندز الون شابتر، اقدر افهم منه واوصل بمعلومه. يو كان بي ايذر ذا سول اوثر، ممكن تبقى انت الوحيد، او سينيور كو اوثر اوف ذا مانسكريبت. فانت ممكن تقول ايه؟ ان هذا الشابتر القادم، ماشي، تم كتابته على انه مانسكريبت طبعا للجايد لاينز بتاع الجورنال مثلا برين بيهيفير، اوكي، وتم تاليفه بمعاونه مثلا 1 2 3، خلاص، وتقوم حاطط الشابتر از ات از لايك مانسكريبت. اوكي. يبقى المودرن ثيسيس عندنا بيبقى جنرال انترودكتوري ماتيريال. يبقى انا عندي الشابتر بروفايد باك جراوند للست اوف ارتكلز كلها، واقول ان يعني عشان مجمع اند هيلبز شو هاوز ارتكلز فيت توجذر. ماشي. وبعدين بتخش شابتر، كل شابتر بعد كده بيكون accepted paper أو submitted paper، published or accepted journal articles based on the thesis research، وفي الآخر بتختم بجنرال concluding materials helps unify the thesis research and helps show how. طب يعني إيه الكلام القصة دي كلها؟ ده مثلا من thesis إحنا شغالين عليها، سوري، ده دي
دي ثيسز طالبه شغالين عليها يعني. فبيقول لك بقى اللي هي المودرن هنا ثيسز اوتلاين: ذا برينسيبال فايندينج ان ذس بي اتش دي ريسيرش ستدي هاف بين كومبايلد انتو ان ارتكل فورمات اند بريزنتد از ثيسز باي مانسكريبت. يبقى ده الدخله بتاعتك في المودرن ثيسز. يبقى شابتر 1 بروفايدز باك جراوند انفورميشن اون ذا بريف ريفيو اوف سيلكتد. اوكي شابتر 2 ذس شابتر از خلي بالك فيرست مانسكريبت ويتش بروفايدز انفورميشن اون بلا 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 ماشي under review. يبقى under review في inflammation manuscript number. It's okay. خلاص. طب this chapter is a second manuscript which provides information blah 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 blah. ماشي. في neurobiology journal اسمه neurobiology of learning and memory. DOI بتاعته C appendix 1 اللي هي في الاخر خالص حاطين فيها الارتكل. طيب شابتر 4 زي الشابتر اذا ثيرد مانسكريبت بلا 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 برضو موجوده في بيهيفيرال برين اند ريسيرش دي او اي سي ابندكس 2 اللي هي برضو عاملينها ثاني. طب شابتر 5 اذا فورث مانسكريبت ويتش بروفايد انفورميشن اون ذا ايدنتيفيكيشن اوف مش عارف ايه كذا 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 ده اندر ريفيو. يبقى انا دلوقتي عندي كام يا شباب؟ عندي 1 2 3 4 4 بيبرز في عين العدو. يبقى اذا الرساله ديت طلعنا منها من البنت ديت 4 papers published و unpublished. ان شاء الله هتتببلش يعني حتى لو rejected يبقى هنا published بقى هنا. طيب الشابتر السادس طبعا provides synthesis and research finding يعني جمع لي كل حاجة. يبقى انا كده عملت nice عملت حاجة sexy حاجة hot يعني حاجة attractive من شابتر 1 2 3 4 5 6 6 شباتر attractive جدا يعني عملت منظومة متكاملة جدا يعني. طيب المشكله الاساسيه في الثيسيس رايتنج هي البروسيس نفسها. ازاي اعمل ثيسيس رايتنج؟ ازاي اكتب؟ ازاي اخش في المود بتاع الكتابه؟ يعني انت خلاص بقى عملت الداتا وعملت مش عارف ايه الشغل اكسايتد وكده تيجي تكتب بقى تيجي تقعد تلاقي الدنيا كركبت مراتك مع اولادك ومش عارف ايه وكل شويه روح ودينا بالعربيه هاتنا بالعربيه وتحس ان الدنيا كلها متكب عليك وروح غير انبوبه البوتاجاز ويا قصه فيلم حمضان يا اخوانا عاوزين نقعد بس مع نفسنا كده كوبايه شاي ومش عارف ايه ونكتب كلمتين على مطرح يبقى اذا حاجه بقى اسمها establishing the mindset. يبقى خش في المود يعني هو دي مشكله الستارت يعني الستارت خلاص وانس ان ستارت يعني. يبقى انا هنقول بعض النصائح اللي هي ممكن تساعد او 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 المفروض اللي هو يعني كلاسيكال اللي هو المفروض اللي يعمل. نقطه مهمه جدا ان 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 عشان تكتب فيسز مثلا سي في طب المنوفيه مثلا اللي انا فيها يعني فهو يعني بتشوف الرسائل اللي قبلك موجوده وتشوف الفورماتنج. طبعا في الجامعات الكبيره بيبقى في تمبلت للرساله ماستر او دكتوراه بتاخد التمبلت هو عباره عن وورد تمبلت بتقوم حاطه وتكتب فيه الهوامش مش مظبطه اللاينز سبيس مش عارف ايه كلام من ده كل الشباتر كلام يبقى انت خلاص يبقى كده. فبالتالي انت بتعرف ازاي بتعمل اورجانيزيشن اوف يور فيسز يعني ماشي. ونقطة مهمة جدا ان احنا عاوزين نقولها remember that you are writing to communicate not to impress. يبقى احنا دلوقتي احنا في ساينس احنا في اكاديميا احنا في لايف ساينس مثلا انا بتكلم عن نفسي يعني. فبالتالي انا مش باخد دكتوراه في الانجليزي اوكي الانجليزي it is not my mother tongue يعني انا كتر خير قوي ان انا بكتب وبتكلم انجليزي يعني. فهو يعني انت بتكتب عشان communicate. يبقى انا عاوز توصل الرسالة تفهم اللي قدامك لكن ما بتكتبش عشان امبريس يعني. بمعنى تاني يعني ناخدها في العربي مثلا انت في العربي ممكن تكتب يعني كلام متواضع وكده وتوصل المعنى او ممكن تكتب لغة عربية فصحى ما فيش حد يفهمها. فهو نفس الفكرة انا مش عاوز يعني امبريس يعني انا عاوز كل حاجة توصل المعلومة والكوميونيكيشن بس. يبقى انت ممكن تسال الكوميتي بتاعتك يعني ممكن ترشح لي ثيسز معينه تكون بيرفكت ومش عارف ايه امشي عليها زي ما موجود كده يعني ات از اوكي جايد لاينز ات از يعني زي ما بتنشر في اي مجله لازم تعرف الجايد لاينز thesis instruction at your university okay instruction to authors if you are writing a style of a specific journal لو انت مثلا journal وكده خلاص لازم تكتب chapter appropriate style manual لازم تكون معايا يعني do lots of pre-writing يعني gather all information. يبقى انت هتعمل لك فولدرات بقى كده تحط فيها مثلا up to date ودايما تتعود في مرحلة الكتابة يعني كل يوم او كل ما تفتح الكمبيوتر يعني تقرأ لك ايتين كده وبتاع وبعدين ايه تخش على الميدلاين على طول تشوف اي ابحاث جديدة في الموضوع بتاعك يعني انت شغال مثلا على الزهايمر ديمنشا او الزهايمر موديل او whatever تقوم كاتبه في الباب ميد وهوب وتشوف اي حاجة لقيت بحث جديد هوب تقوم شايفه تجيبه بقى whatever انت هتجيبه ازاي يعني بحيث انك تبقى up to date دايما وسابق بخطوه في البتاع البحث بتاعك وتعمل updating reference and so on يعني.
طبعا لازم تحط تايم تيبل، اوكي، لانك لو سبت القصه كده مش هتخلص يعني، فلازم يكون عندك تايب تيبل يعني. فهو بيقول لك هنا انا يور ثيسيس از يور بيبي. الله، الراجل ده قال كلام جميل جدا يعني، يقول لك الثيسيس از يور بيبي، يعني انت حامل في الثيسيس يعني. فبالتالي بيقول لك ايه، جيف ات 9 مانث، يبقى انت التايم لاين بتاعك عشان تبقى رياليستيك 9 شهور، يبقى انت 9 شهور يعني it is accepted ممكن تخلص الثيسيس بتاعتك يعني. طبعا بتزيد او تنقص طبعا الظروف، انبوبه البوتاجاز فضيت ولا لا، مش عارف ايه، خد كيس الزباله وانت نازل، الكلام اللي احنا عارفينه كل ده يعني. يبقى بتديها give it 9 months write it up filling gaps and so on. You have to know، حته جميله جدا، you have to know when to let it go. يعني مش هتنك بقى تكتب الرساله طول عمرك يعني، ما مش معقول يعني. يبقى انت لازم يبقى في عندك breaking point، لازم يكون عندك نقطه انك انت خلاص enough is enough يعني، خلاص بقى دماغك يعني مش ما احنا زي ما قلنا ايه، زي ما قلنا الابل، ليه الابل انكمبليت؟ عشان كل حاجه انكمبليت، ما فيش حاجه كومبليت يعني، يعني ما فيش حقائق في الحياه غير يعني الموت. الموت هو الحقيقه الوحيده في الحياه يعني، ما عدا ذلك كله كلام يعني في اخذ ورد يعني. ولذلك بقول لك بوت فينس اراوند وات يو هاف دون، يبقى انت عارف انت عملت ايه وعندك ايه. هاو لونج ات ويل تيك ديبندز اون ماني فاكتور، زي ما قلنا، هاو ماتش يو هاف ريتن اس بيبرز، كفاءتك في الرايتنج، الساينتفك رايتنج بتاعك، الستايل بتاعك، البلاجيريزم، عندك كفاءه انك تعمل بلاجيريزم ولا لا، عندك طبعا اكسس للميد لاين ولا لا، فاضي ولا مش فاضي، مخك ده مشغول بحاجه ولا بتحب وعامل مشاكل وبتاع وكده وعايش قصه حب رومانسيه يعني. فطبعا كل الكلام ده بيأثر على الـ على الـ على الـ على المايند سيت. يبقى بقول لك هيفي تيلد ديستريبيوشن المينيمم، ممكن في ناس بتخلص في شهرين اتنين، اوكي، الماكسيمم انفينيتي زي ما قلنا، ممكن واحد يخش ما يطلعش زي ما قلنا في المتاهه الاولانيه، ممكن تخش البي اتش دي مستنك ما انتش عارف 7-8 سنين ما انتش عارف تخلص يعني. المين انفينيتي، الميديان 6-9 شهور. يبقى احنا خليك رياليستيك، يبقى يعني التايم تيبل بتاعنا 9 شهور، وطبعا 9 شهور لازم يعني تحاول تنجز فيهم يعني. ميك رايتنج ا بارت اوف يور سكيدول روتين. الله، يبقى كلام جميل جدا ان احنا بقى ايه يعني، كل يوم بقى تصبح الصبح مش عارف ايه ونحط الشاي والقهوه يا جماعه، تقفل على نفسك ساعه ساعتين وكلام من ده يعني، وتبتدي بقى تكتب وتقعد تكتب مثلا ساعتين خلص وخلاص، وتنطلق بقى مع مراتك واولادك مش عارف ايه، وتعمل اللي انت عاوزه يعني. يبقى اذا حطوا سكيدول، حطوا روتين. يبقى انا في الروتين بتاعي ان انا ابتدي اعمل يعني بريك ذا تاسك انتو مانجبل بارتس. بنقول ايه، رايتنج 100 بيج يعني 100 صفحه thesis may be seen difficult، ولكن writing 2 page section probably seems feasible. انا بقسمها الى حتت، بقسمها الى مناطق، الى قطع، الى paragraphs. اقول مثلا ايه، اكتب الانترودكشن، اكتب باك جراوند، يبقى انا ايه الفتره الجايه دي هركز على الابيديميولوجي، يبقى انا الابيديميولوجي بتاع الالزهايمر ديزيز، كل مشكلتي اكتب نص صفحه او صفحتين عن الابيديميولوجي، الابيديميولوجي بدا ازاي مش عارف ايه، ومصر فين، وامريكا فين، وافريقيا فين، وكلام. يبقى انا عملت ابيديميولوجي. طيب التاسك الجاي مثلا اكتب عن الباثوفيزيولوجي بتاع الباركنسونيزم، يبقى انا كل باثوفيزيولوجي الثيوريز بتاع الباركنسونيزم 1 2 3 4، يبقى انا مركز. لكن انا مش مركز على رساله كلها، انا رساله مش في دماغي، انا في دماغي بس الحته السكشن اللي انا بكتب عليها. يبقى ستارت درافتنج بارتس اوف يور ثيسيس وايل جاذرنج ذا داتا. يبقى انت وانس ان ابروفد البروتوكول، وانس جبت الكيميكالز او جبت مثلا الكونسنت او جمعت الداتا بتاع العيانين والكلام ده يعني، وبتشتغل، يبقى انت ابدا الكتابه في الدرافت بتاع الثيسيس، وطبعا تبدا الليتريتشر ريفيو والكلام اللي احنا قلناه يعني. اوكي، يبقى ابدا الايزيست بارت. لو انت جيت في حته ستك يعني مش فاهم انت تعملها ازاي، تكتبها ازاي، سيبها وقلب على اللي بعده على طول يعني. يبقى اذا اعمل لوجيكال ستوبنج بليس يعني، ما تبقاش يعني ايه روتيني يعني. انت ممكن مثلا تقول النهارده انا اكتب مثلا في الانترودكشن، حب خش في الانترودكشن، اكتب مش عارف النهارده في الليتشر ريفيو يعني، ما تبقاش يعني كلاسيكي، خليك مرن وفليكسبل يعني. يبقى اذا هنا زي ما قلنا في الاول، ان انا ممكن اخد البروبوزل احطه، يبقى انا في الفريم ماشي، البروبوزل عباره عن عباره انترودكشن وايمز وباك جراوند مش عارف ايه وهايبوثيسز و و، يبقى هو ده التمبلت اللي انا اقدر عليه درافتنج للدرافت بتاع الثيسيس عندي. ولكن زي ما قلنا ان في البروبوزل فيوتشر اي ويل اي شال مش عارف ايه اي داز، اوكي، لكن لما بكون عملت اصلا في الثيسيس يبقى انا باست تنس يعني، يبقى انا عملت، يبقى لازم تغير التنس بس. يبقى dont start with the introduction or conclusion، اوكي، start where you feel happiest. يبقى الحته اللي انت بتحبها في الرساله ابدا بها. يبقى typically شابتر رايت اوت وورد، يبقى انا بخش في نص الرساله اكتب واطلع
outward يعني in front and the back. يبقى finally conclusion and end with the introduction. يبقى التكنيك مختلف طبعا تبع راحتك وتبع كل حاجة، ولكن دائما حتى even في البيبرز وكده المفروض بنخش في الميدل ويطلع فوق وينزل تحت وهكذا يعني. طبعا الconclusion ده أصعب حاجة، الdiscussion أصعب حاجة من خلال الآخر، الابستراكت آخر حاجة. يبقى أنا ممكن أبدأ بالintroduction، literature review، methodology. الميثودولوجي معروفة established، مش مفيش فيها فن يعني، فأنت ممكن تبدأ فيها على ما يعني تخش في المود يعني. طبعا جيت فيدباك فروم بيفور يو رايت تو ماتش. يبقى انت كتبت مثلا شابتر، ممكن تقول وديه للسوبرفايزر بتاعك، وديه للكوميتي. الكوميتي مثلا عندك ستة مع السوبرفايزر، حاسس ان في اللي هو دكتور اكس ده الانجليزي بتاعه كويس وراجل اب تو ديت وبيسافر كتير ومؤتمرات وهجايس، والاكسنت بتاعته عند الامريكان اكسنت، انت عايش في الدور يعني ان هو واد امريكي وبتاعه كده، الانجليزي بتاعه كويس، مفيش مانع عايش في الدور واديله للشابتر. والله دكتور اكس احنا عاوزين تشوف لنا فيدباك في الشابتر ده. يبتدي يقول لك يا عم ده انت عجنت الدنيا، انت عندك سنتنس عندك طويله جدا وممله، انت لما اقرا الشابتر بتاعك انام، انا بدل ما اخد هيبنوتكس بقوم جايب الشابتر بتاعك واقراه واقوم نايم ومش عارف ايه، انت عملت فيا ايه يا عم اللي انت. وهيبتدي بقى طب يا عم طب انا هصحح ازاي يعني، تقعد معاه يبتدي يقول لك اكتب كذا مش عارف ايه، قسم الباراجرافات قسم البتاع، يبتدي ايه يفيدك يعني. يبقى اذا قبل ما تتورط في كتابه الرساله، ما تنكش نايم بقى لحد ما تكتب كل الرساله مثلا 200 صفحه 300 صفحه وفي الاخر يبقى نفس القصه، يبقى انا عيد كله بقى. لا انا اكتب شابتر اخلصه اظبطه اعمل كل حاجه وادي للسوبرفايزر. السوبرفايزر طبعا اديني كلمتين في جنابي في العضل مش عارف ايه كلام مهم واتيفر، انا خدت الفيدباك منه. طب بعد كده اخش على الكوميتي زي ما قلنا، تشوف واحد كده نظيف بيستحمى ومش عارف ايه وراجل لابس كرافطات وبتاع واكسنت وكده، وتديها له وتلاقي الدنيا كلها بقت زباده في الخلاط معاك يعني. طيب ليه سام جود جراوند وورك؟ طبعا لازم يكون عندك بيبليوغرافي، وطبعا تستخدم طبعا اند نوت او كده كلام من ده بحيث انك انت تحتفظ بكل الكلام ده. اتش شابتر يو ويل ديسكفر هولز ان يور ريسيرش. كل ما بتكتب كل ما تكتشف ان في مشاكل، فتقوم رايح اللاب تقوم رايح الريسيرش تقوم عاملها. ودي اهميه انك تبدا الكتابه مع الشغل، انك انت ممكن تريكتيفاي يور هايبوثيسيس ريكتيفاي يور اكسبيرمنت زي ماشي. يبقى ميكس رايتنج ويز مور ريسيرش. يبقى دايما الذكاء تبقى ميكس الاثنين مع بعض، ما تستناش بقى لحد ما تخلص كل الداتا مثلا وبعدين تعمل يعني تخلص الفلوس هتخلص انك انت اكسايتد وبتاع وكلام من ده وفي الاخر تكتشف انك انت مشكله يعني. يبقى ريمبر اجين يو دو نوت هاف تو بي ان اكسلنت رايتر، يو جاست هاف تو بي ا كومبيتنت ري رايتر. الله يبقى كلام جميل جدا يعني، الكلمه قويه ري رايتر وكومبيتنت. ري رايتر يعني انت مش هتخترع بقى، ما هو كل حاجه موجوده، بس انا مش عاوزك تعمل بلجرايز، انا عاوزك تنقل المعنى من هذه البيبر باسلوبك انت برؤيتك انت، قد يكون في بيرسونال انسايتس. يبقى اذا انت ري رايتر يبقى انت هو خلاص ما فيش مشاكل يعني. ما تيجي مثلا تقول لي الابيديميولوجي بتاع الالزهايمر ديز، ما يا عم كل الناس ايه جديد انت هتضيفه في الابيديميولوجي، ما انت حاسه انه بما انه الزهايمر ريسيرش وفي امريكا كذا وفي بريطانيا كذا خلاص. لكن الفكره في البرزنتيشن في اسلوب العرض في الرايتر وتجنب البلاجيريزم، ويقول لك ايه كومبيتنت يعني ايه انك انت واد بروفيشنال واد برو يعني، ما تبقاش هبد بقى وكوبي وبيست واتكل على الله، ما ينفعش طبعا. يبقى انا ده هدفي، ماليش دعوه بقى بالانجليزي بتاعك حلو ووحش مش عارف ايه، المهم وصل لي المعلومه، المهم لما اقرا اعمل. واجين لما اكون مثلا في مناقشه في ديسكشن بقول للكانديديت لو سمحت بقى انا دلوقتي حمار اي ام دونكي ماشي، ما فهمش حاجه في اي حاجه، اشرح لي بقى القصه بتاعتك ديت في عباره او اتنين كده يعني، فهمني القصه دي عباره عن ايه يعني، انا افهمها ازاي او نعملها ازاي. فاذا كنت انت فشلت انك انت توصل المعلومه الكومبلكس سمبليفاي يور داتا انتو ا سمبل سنتنس اور ا سمبل مينينج تو نورمال ادلت ميل، معنى كده انك انت فشلت مش فاهم انت عاوز تقول ايه. يبقى اذا دي 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 ده التكه كلها في الموضوع كله يعني. ريفايزنج از ان انتجرال بارت اوف دوينج ثيسيس تو اتشيف ذا بوتنشال ثيسيس. يبقى انت لازم تعمل ريفايز. في عندنا السي 4 ماشي، استرايف تو ميك يور رايتنج كلير كوركت كونسايز كونسيستنت. يبقى انا دي مهمه جدا 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 جدا. يبقى انا عشان يعني يقول لك ايه يعني، ان عاوزين الفلو بتاع الثيسيس دايريه لايك ماشي، دايريه لايك يعني ريلاكس، مفيش مشكله، ما تجيش في الوسط كده استك انا مش فاهم حاجه يعني، انت وصلتني في حاجه. يبقى كل باراجراف لينكد للي قبله ويؤدي للي بعده يعني، ما هو ده السيكونس بتاع الاحداث يعني. يبقى كل شابتر لينكد للي قبله او نتيجه للي قبله ويؤدي للي بعده وهكذا. يبقى انا في كل شابتر في كل باراجراف بعمله يبقى عندي السي 4 اللي هي كلير
ان انا اكون كلير، ما اكونش بقى يعني عمال طلاسم كوركت، يعني ما اكذبش وانخع واهبد. الهبد ما فيش يعني. وطبعا يعني عشان تفهم يعني انت رحت او جيت بي اتش دي ستودنت، يعني لسه في الفيلد في الكارير، اللي بيعمل الرساله بتاعتك الاكسترنال اكزامينر ده راجل يعني المفروض برو، يعني المفروض بروفيشنال في الفيلد، فيعرف امتى انت بتهبد ولا لا. يعني زي زمان لما كانوا بيعلمونا في السنه والبتاع يقول لك ما تسيبش سؤال فاضي، انت مش عارف السؤال اهبد، عيد السؤال وكرر واهبد. وده بنشوف في الاندر جراد الطلبه وكده، لا احنا هنا مش كده بقى. يبقى انت تكون لست هبيدا، تكون يعني كوركت، يعني كونسايز يعني مركز بقى، ما تقعدش بقى تلت وتعجن وتلف في الحوار وكده. يعني اديني كونسيستنت، يعني ايه يعني الرايتنج ستايل بتاعك، رايتنج ستايل الكوهيرنس بتاع السنتنس تكون ماشي موجود. ما تجيش بقى ايه الاقيك ماشي كويس مثلا كده تيجي هوب في الريزلت عجن الدنيا، يعني سرحت مثلا كنت يعني مشغول او كده. ماشي. طيب قال لك ايه، شو درافتس تو سيفرال بيبل انكلودنج يور كوميتي ممبر ذن ريفايز اند ريفايز اند ريفايز بات دو نوت ريفايز فور ايفر. زي ما قلنا ان الرساله دي يور بيبي بتسع شهور، يو هاف تايم تو، يعني لازم تقرر امتى تقفل الرساله وتقول خلاص انا جاهز ريدي. برضه نفس القصه دو نوت ريفايز فور ايفر، يعني مش كل شويه بقى شابتر وتعمل وتلت وتعجن وتجيب الشابتر وتعين مش كده يعني خلاص بقى، يعني بتحس بقى كده السنس بتاعك بقى مش كده. يبقى نو بيس اوف رايتنج از بيرفكت، بي ساتسفايد وذ مور اكسلنس. ماشي. يبقى الجمله دي جميله جدا، بات دو نوت ريفايز فور ايفر، No piece of writing is perfect. مهما عملت هيبقى في perfect ولكن تكون satisfied. الفورماتنج طبعا بيختلف من حاجة لحاجة. دلوقتي في electronic fishes يعني، فطبعا يبقى في مشكلة في color illustration، في الفيديو clips، في الساوند. فانت يعني be careful، يعني ما تحاولش تدخل الحاجات دي لان ممكن تعمل لك مشاكل. في common mistakes هنقدر نقولها بسرعة كده عشان الوقت، يعني informal text يعني ايه examiners will jump to يعني طبعا احنا بنتكلم انجليزي فورمال مش انفورمال، يعني ما تقولش انجليزي في الشوارع. بمعنى لو احنا بنكتب عربي يبقى العربيه الفصحى، ما فيش عربيه عاميه، ما فيش دايلكت كلام من ده، يعني يبقى احنا كده. لانك لو كتبت جمل اللي هو urban dictionary يعني اللي هو street وكده، لا احنا بنهجص بقى، انت بتهرج يعني. الاوبينيونز يعني انا مش عاوز رايك الشخصي. ماشي. ممكن يكون في رايك العلمي الساينتفك اي ثينك مش عارف كذا maybe كذا يعني. ماشي. فبالتالي يعني يكون في argument، يكون في كذا. ماشي. فما ما تبقاش يعني ايه يعني في رؤية شخصية يعني. complex sentences full of long words. يبقى انت ايه ما تقعدش بقى ايه تكتب كلمات كبيره. طبعا احنا متعودين في مصر كده ان الكلمه الانجليزي كلها كبيره، تلاقي مثلا كلمه فيها خمس ست افعال مع مش عارف ايه. لا، كل ما كبرت الجمله كل ما الاخطاء زادت وعجنت الدنيا يعني، وفي الاخر بقت ممل يعني، اللي هي redundant يعني. فاحنا عاوزين نخلي الجمله صغيره. ماشي. صغيره ولها معنى ومرتبطه باللي قبلها وبعدها. انترتينمنت اور هيومر، يعني ما تقولش جوكس بقى، ما تقعدش بقى تقول لي مثلا نكته مثلا كده وتقول بقى ده انا يعني خلاص عشان اللي بيقراها كده يقعد يضحك ويهقها والام منجحني وكده. لا، دلوقتي يعني بنتكلم في ساينس مش حاجه. It is never possible to cover all issues. صح. يبقى دايما هيكون في ديفكت. يبقى انت مهما عملت مش عارف ايه كده، فانت دايما ايه you will never finish. It is sometimes enough to identify the issues. Examiners greatly appreciate you identify limitation. يبقى انت عندك limitation وحدود. والله انا في المنوفية ما فيش عندنا فلوس، ده انا بصرف عليها من جيبي وانا باخد 6000 جنيه في الشهر يعني. فهاو ات كمز ان انا اجيب مثلا جينيتك مايس مثلا، يعني it is impossible. يعني انت بتتكلم ازاي اجيب سيل كلتشر مش عارف ايه، اجيب مثلا دواء غالي اشتغل عليه، يعني it is unbelievable يعني. فبالتالي انا خليك لوجيك يعني، عاوز اعمل behavioral testing computerized مثلا. behavioral testing طبعا ما عنديش computerized، لا ده انا عملت الوتر ميز مش عارف ايه، جبت حله وطشت ومش عارف ايه وجبت الكاميرا وكده، يبقى انا خلاص ده اللي انا في ايدي وده انا عملته، يبقى ده الليميتيشن بتاعتي. ده مش بيرفكت، ده مش بيرفكت، بس يعني اعمل ايه، هنقعد في البيت، ما ينفعش نقعد في البيت، الدنيا بتشتغل يعني. يبقى اذا ده القصه بتاعتي. يبقى الكومن بروبلمز برضو much of your thesis is joint work. ده 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 مشكله اخلاقيه كبيره جدا فيها يعني. فطبعا انت زي ما قلنا الوضع في بلادنا مثلا في مصر ان هو يعني الدكتور اللي هو المشرف عليك ممكن استاذ مساعد مثلا عاوز يترقى الاستاذ، فبالتالي بيطلع من الرساله بتاعتك 3 4 بيبر، وطبعا عشان ياخد درجات كويسه في لجنه التحكيم فبيخلي نفسه الفيرست اوثر، وده طبعا ظلم وغباء يعني. لان هو اي ورقه يعني اي بيبر من الرساله لابد يكون الكانديديت والفيرست اوثر، لان الكانديديت هو اللي اشتغل الشغل. السوبرفايزر البيج بوس بيكون دايما في الاخر، او ممكن يكون كورسبوندنج اوثر. فطبعا يعني مش عارف اقول لك ايه، بس هو يعني ربنا
ينتقم منهم يعني. لو حد عمل كده يبقى بصراحة يعني قمة الغباء، مع يعني ظالم يعني. فهو دايما احنا بنقول ان اللي عمل الشغل هو ده الاول، هو ده اللي من حقه كطالب يعني. طبعا انت مش هتستفيد منها، هو تكنيكال يقول لك ايه يعني الحجة في مصر ايه، يقول لك انت اصل انت طالب مش هتستفيد منها، الاستفادة الوحيدة انك تخلص البي اتش دي، وانا مش هخلص لك البي اتش دي غير لما استفيد منك. طبعا هستفيد منك ايه؟ ده طبعا مبدأ غلط يعني. فبالتالي هو بالنسبه له لو عمل نفسه الفيرست اوثر هيبقى مثلا ايه محمود ايتال او مثلا محمد او يوسف ايتال مثلا. فطبعا دي السيتيشن بتاعته هتعمل، اتش اندكس بتاعه هيعمل، سكوبس مش عارف ايه، جوجل سكولر هيقدمها في لجنه الترقيه. فلو عنده طالبين اثنين بي اتش دي او واحد ماستر واحد بي اتش دي، ممكن يطلع منهم خمسه بيبر فيرست اوثر يعني، وكورسبوندنج كمان يعني طحن الولد يعني اللي هو شغال او البنت، فبالتالي ممكن يعمل يعني ماشي. فهو يعني بيقول لك ايه في الغرب يعني، ان هو ايه، انت من حقك انت كطالب انك انت ممكن تفصل الشغل عن شغل السوبرفايزر، بمعنى انك تقول ان انا عملت جين سيكونسنج ماشي، وهذا الجين سيكونسنج انا الوحيد اللي اعرفه، السوبرفايزر بتاعي لم يساعدني فيه. تخيل ان ممكن تقول كده في الرساله، ده حقيقة يعني. فبالتالي انت ممكن تقول في الانترودكشن ان هذه الرسالة جوينت وورك مع البروفيسور بتاعي الدكتور اكس والكوميتي بتاعتهم، لانه اشتركوا معك يعني نووي لانه موجودين يعني. ولكن انا تميزت في حاجة مهمة جدا، ان انا عملت التكنيك بتاع الجين سيكوينسينج او جينوم وايد سيكوينسينج مثلا او ميتابلومكس او اومكس، وده وكل النتائج المتعلقة بهذا التكنيك هي من صميم عملي، وان كذا 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 اوكي، وموجود ده في الكلام. يبقى اذا دي نقطه مهمه جدا، وطبعا ده ايثكس وكده، وده اكسبتد، مفيش اي مشكله خالص، لانك انت يعني المفروض تبقى انت فير انف. ايدياز بيكام اوبفيوس تو يو ستوب رايتنج تو ا سفيشنت ليفل اند سو. يبقى انت مثلا لو حصل لك ساتوريشن، انك انت خلاص بقى قلت يعني انا اكتب ايه تاني، ما خلاص الدنيا كلها خلصت، ما انا كتبت كل حاجه، لا سيب الرساله خالص، انطلق في الحياه واعترك الحياه وعيش حياتك مثلا، ممكن شهر اثنين او ممكن اسبوع اثنين ثلاثه، وعيش حياتك، انسى قصه الرساله وبعدين ارجع لها تاني. ممكن ترجع بقى فريش مايند، اوبن هارت، اوبن مايند، اوبن شيست، فبالتالي ممكن تلاقي حاجات جديده تقدر تعملها يعني. رايتنج تو ماتش اوكي، طبعا يعني زرار رولز اباوت ماكسيمم لينث بات ريرلي رولز اباوت مينيمم. يبقى انت دايما لو لما تكتب كتير مفيش مشاكل، ممكن تقص، لكن لما تكتب صغير وكده يعني زي ما كان بيقول لك في الفيلم، القص مش زي اللازمه ماشي. فبالتالي يعني القص كتير كده. الراجل ده ناش طبعا معروف مشهور يعني، ده خد نوبل برايز في سنه 78، والثيسيس او البيبر اللي خد عليها كانت 27 بيج لونج اوكي. يبقى فوكس اون كواليتي نوت كوانتيتي. يبقى المثال ده يدل على ان الكواليتي مهمه مش الكوانتيتي. يبقى انا ما اقعدش اهبط بقى وخلاص وازود الشباتل واجيب والف وكده واعرف الناس معايا. يبقى اذا الكواليتي هي مهمه عندنا، يبقى انت لازم تعمل الجايدلاينز، مينيمم جايدلاينز اللي موجوده في الجامعه بتاعتك عشان تاكسبت الرساله، لانك لو مش اكسبت خلاص يعني ما مش هتقدر تعمل يعني، ولكن الكواليتي مهمه جدا يعني. اخينا ده باسكال، ده شاعر يعني فرنسي وكده، فكتب الحته ديت جينيف في مش عارف سيلسي بلو مش عارف بلس مش عارف ايه لونج كده. بيقول لك يا سيدي، كان بيراسل صديقه وكلام من ده، فكتب له رساله طويله جدا يعني ميني بيجز يعني، وكتب له في بدايتها I have made this longer than usual because I have not had time to make it shorter. يبقى انت عشان تختصر عاوز عناء كبيره جدا، عناء كبير، عشان تهبد وتكتب حاجات طويله ده ايزي جدا يعني. ولذلك كتابة الابستراكت أصعب جزء في البيبر. ليه؟ لأن الابستراكت كلها مركزة وفوكس، وعشان كده الابستراكت بنخليها في الآخر مش في الأول، رغم أن هي في أول البيبرز أو في أول. يبقى إذن تكتب وتهبد وتعمل حاجات كتيرة وطويلة وتكست وكلام من ده سهل جدا، لكن عشان تبقى كونسايز ومركز ده صعب جدا. في قانون تاني في الثيسيس الظريف جدا، بيقولك إيه، توستد برين، يعني البرين بتاعك بيبقى عامل زي التوست يعني ايه، يعني انت يعني البرين احترق، عامل زي بقول لك ايه برين فريز يعني، انت خلاص بقى يعني مش عارف تعمل حاجه، مش عارف تفكر يعني. يبقى at some point your brain will surely become toasted. take a break, eat properly, exercise and sleep. زي ما قلت عن لحضرتك هتلاقي نفسك وصلت للساتوريشن بوينت اوكي، بقيت فول ساتوريتد اللي هو بيسموها توستد برين. يبقى انا دلوقتي في هذه الحاله خلاص اسيب كل حاجه مش عارف ايه وانطلق في الحياه وبعد كده ارجع تاني يعني. طيب بيقول لك ايه، نيفر يوز ووردز. يبقى الكلمات ديت ما ينفعش تستخدمها في الرساله، لانك لو استخدمتها في الرساله معنى كده انك انت ما حضرتش المحاضره دي يعني. طبعا معنى كده ان محدش قالك الكلام ده، معنى كده انك انت في البلاله يعني، ما انتش عارف الدنيا ماشيه ازاي يعني. يبقى ما استخدمش بيرسونال، اي يو وي
ماشي، يبقى دائما تجنب. ممكن تستخدم وي، ممكن، بس يعني يعني ما تقلل يعني اي يو وي مش مستحبه يعني. بقول لك uncertainty qualifiers might maybe perhaps، يبقى ما تمليش كل رساله might. يعني انت مثلا طلعت ريزلت، الريزلت دي increase ولا decrease يا ابني؟ تقول له might increase، ما فيش حاجه اسمها كده. maybe increase perhaps increase، يبقى انت بتحقص بقى، يبقى انت كده بنلعب يعني. ماشي، everything all none always never، طبعا الكلام ده ما ينفعش. يعني يقول لك everything في الداتا كلها بقى significant، all my data significant، ما ينفعش. ماشي، some kind of somewhat، انت كده برضو بتحذر، ما فيش حاجه اسمها صم، ما فيش حاجه اسمها كاند اوف. يبقى انت دلوقتي بتقول فاكتس، بتقول ساينتفك فاكتس، يبقى انت ما تحطليش في الحاجات الفيك، الحاجات اللي هو بقى تحتمل القولان، لان انا مش هخمن، انا عاوز حاجات ساينس. لايف سيفنج بيست اوف ذا بيست، يعني اقولك اوف اكسجريشن، يبقى انا بقول لحضرتك دونت لاي، دي كذا يو مي اكسجريت، نعم بس ما تبقاش اوبفيس بقى، ما تبقاش يعني رف، ما تبقاش رود في الاكسجريشن بقى. قلت لك والله ده الشغل بتاعنا ده، وي ار ذا فيرست جروب ان 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 افريكا عملوا الكلام ده وجبنا لبن عصفور، واحنا اللي عملنا ميلكينج ذا راينو، هو ده اللي احنا بنقوله بقى، ما ده العنوان يعني. ما انت ما عملتش حاجه، انا ما عملتش قصه جامده يعني. فبالتالي ما تحطش بقى لايف سيفنج وبيست اوف ذا بيست، واحنا يعني عجزت النساء ان تلد مثلنا وكده يعني. طيب الماست يوز ووردز، يعني ممكن تستخدمها ستاديز ريفيل ريسيرش شوز ميني سيجنيفيكانت موست برايميرلي فريكوينتلي اوفن بيكوز ذس فور دي تو سنس امباكت انفلوينس تندنسي اند سو اون. يبقى اذا برضو يعني كل ما تقرا كتير كل ما تراجع ثيسس كتير، كل ما تقعد مع السوبرفايزر بتاعك كتير، يقول لك هنا كلام تستخدمه كلام ما تستخدموش. طبعا بلجيريزم مهمه جدا طبعا، ده في ترمستيك، لان يعني لما تجي لي مثلا رساله احكمها ولا حاجه وانا بدخلها على ترنت ان او ثيسر او كده، لو طلع طبعا بلجيريزم، طبعا الاكسبتد بلجيريزم يعني المتفق عليه دوليا 15% او اقل. ماشي، في جامعات تقول لك مثلا 50%، لو 51% ما ينفعش طبعا، ده يعني بتبنز على الجامعه يعني. ولكن anyway ال 15% ده accepted يعني، more than 15% يبقى في مشكله يعني. الريفرنس طبعا مندل او اند نوت، حاول تستعملهم لان دول مهمين جدا يعني. طيب عشان نخلص بسرعه، زي ما قلنا الكلام ده كله defending thesis، يبقى انت كتبت thesis وظبطت نفسك وعملت كل حاجه، جه بقى اليوم الموعود اللي هو الديفنس بتاعنا يعني. دي في 2017 بقول لك brave student refused to give armed Roberts her handbag even with a gun to her head because it contains her degree of thesis. Does that count as thesis defense? يبقى هي عملت defense، بس defense مع حرامي، يبقى حرامي كان دي طبعا حقيقة طبعا، كانت في الأخبار يعني في زمان. فهي يعني حاول ان هو يسرق الشنطة بتاعتها والشنطة في الثيسيس، لو افترضنا ان الثيسيس هي دي الوحيدة، او معنى كمبيوتر مثلا لابتوب معاك وهو الوحيد اللي موجود عليه الثيسيس، فانت لو اتسرقت منك خلصت، يبقى كل تعبك في الشهور اللي فاتت دي هيروح هدر، صعب انك تعملها تاني، فده يعتبر ديفنس للثيسيس. طيب الثيسيس ديفنس او بيسميها فيفا فوك او فيفا فوس يعني whatever يعني، ده ثيسيس ديفنس اورال برزنتيشن للثيسيس عشان ايه؟ تعرف تديفنس يور سيلف. It is a good academic presentation، يبقى انا عاوز اعرف انك انت تعرف تعمل لي برزنتيشن. براكتس ان برزنتنج ديبث اوف اندرستاندينج، زي ما قلنا انت فاهم انت بتعمل ايه، يبقى انت عارف الكونسبشوال فريم ورك بتاعك. كونسوليديت ذا ستودنت جراديويت ليرنينج، ات از كلوجر، يبقى دي اخر حاجه، يبقى لو ما عملتش ديفنس مش هتتخرج، ما هي دي المعضله يعني. في تيبس تريكس بتاع الديفنس. يبقى عشان لما تيجي تعمل ديفنس يعني برزنتيشن، يبقى لازم تعرف البرزنتيشن يعني، تعمل بقى داتا شو ازاي، تبقى بروفيشنال في الداتا شو، بلاش بقى الحاجات اللي هي الكونتراست والحمام الداخل وتبدا بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وايتين قران وبتاع كده، لا ما احنا عايزين بروفيشنال بقى، احنا مالناش دعوه بالدين ولا السياسه ولا الكلام من ده ولا سيكشوال اورينتيشن والكلام ده، احنا بنتكلم ساينس بروفيشنال. فانت ما يعني هدي نفسك كده وخلاص يعني، يبقى لازم تعمل برزنتيشن بروفيشنال يعني، الكونتراست الفونت يكون باين، الباك جراوند كده، بلاش بقى الحاجات الافراح والليل الملاح وكده. انت مثلا شغال على راتس، تجيب راتس مثلا قطه بتجري ورا فار ومش عارف ايه وانيميشن يعني، خليك ايه يعني بروفيشنال يعني. ريفيو ماتيريالز طبعا عشان ما يبقاش في ديفكت، ما يبقاش في حاجه غلط موجوده. نوت تو بي اكسبكتد، بقول لك نو ذات يو مايت نوت بي اكسبكتد تو انسر الكويشنز، يبقى انت في الاخر ممكن ما تجاوبش كل حاجه، ما فيش مشكله خالص يعني، مش متوقع منك انك عارف كل حاجه، ولكن ازاي تعرف ديل ويز the answer. بنحب نعرف depth of your knowledge، انت وصلت لحد فين في القصه دي كلها.
لو الديفنس عدى كويس يبقى انت ايه سيلبريت يعني. اوكي يبقى ديفندنج ثيسز الفورماتنج بتاعه بيختلف من اختلاف دوله، ممكن يكون برايفت او بابليك يعني. ممكن تبقى بابليك زي ما عندنا في مصر كده، تقعد قدام الناس ومش عارف ايه وتجيب حتحوتيات بقى وده في شبين يعني في المنوفيه، وتجيب بقى قهوه وشاي ومش عارف ايه وتعزم الناس وبيبسي وجاتوه وكده والناس تعمل ده بابليك. او ممكن يكون برايفت يعني انت والمشرف مع المشرفين مع الاكسترنال اكزامينر. ممكن يكون من 2 ل 9 محكمين، ممكن يكون توك تدي برزنتيشن او كوتشنز بس، ممكن تكون كوركشنز allowed او not allowed. يبقى دونت بانك يعني ليه بقى؟ لانك انت الوحيد الورلد اكسبرت ان ذس توبك، يبقى انت قضيت 5 سنين من عمرك في المعجنه دي في الموال ده، فانت ثق 100% انك انت يعني the most knowledgeable person the most expert person من اللي قاعدين. يبقى انت احسن من اللي بيمتحنك. ليه بقى؟ لان اللي بيمتحنك ده بروفيسور كبير زي ما قلنا، ممكن يكون عميد كليه مش عارف مع دكتور مع فاتح عياده شغال مؤتمرات شغال مثلا في كذا جرانت في كذا اوبشن عنده مثلا 5 6 ستودنت، فمش في دماغه يعني. يعني انت بالنسبه له رسالتك يعني جزء من 10 اجزاء مثلا، لكن رسالتك بالنسبه لك هي ال 10 اجزاء كلها، هي ال 100% في حياتك كلها. فبالتالي انت the more knowledgeable one، يبقى انت الاكسبرت في الموضوع، فانت ريلاكس كده ويعني ما تبقاش مهتز وكده، لان هي دي الحقيقه يعني. Your examination are human، اكيد طبعا human مش سوبر مان وكده يعني. يبقى they have sit in your seat، يبقى انا كوائل يعني لما باجي اعمل ماستر ستودنت اكيد طب ما انا مريت بالماستر مريت بالدكتوراه. وهنا بتيجي المشكله الموضوع الاساسيه في جمهوريه مصر العربيه، ان احنا في الاكاديميه في مصر ما فيش حد بيفتكر الوضع اللي كان فيه. يبقى انا اتنفخت في الماستر والدكتوراه وطلع سوري يعني عيني يعني، فبالتالي لما ابقى انا بروفيسور انفخ اللي تحتي وتظل الفيجوال سيركل وتظل الحركه المفرغه، وفي الاخر نطلع يعني بنطلع ناس من الاكاديميه مشوهين ومرضى نفسيين بيبوظوا الدنيا وكده يعني. لا احنا عاوزين نكسر هذه الحلقه المفرغه، بنقول ان انا اتنفخت في الماستر والدكتوراه تزكي يعني انا ده كده، ولكن انا الحمد لله رب العالمين يعني انك انت دي امانه علميه وستسال عنها يوم القيامه يعني. وان نقطه ثانيه انك انت بحاول اخلي اللايف بتاع الستودنت بتوعي يعني ايزي ريلاكس ماشي، لان في النهايه باي اند اوف ذا دي يعني الصوت يعني ايه الرساله ايه البابليكيشن ايه الاتش اندكس يعني. يعني انت لما تيجي تموت مثلا وكده هتاخد الاتش اندكس بتاعك معاك يعني هتاخد السي في بتاعتك معاك؟ لا تكبر دماغك بقى يعني ده اكل عيش كله يعني. فبالتالي ريلاكس يعني اللي يجي ما يجيش ما يجيش خلاص يعني. فاذا الفكره كلها ماشي ان اللي بيمتحنوك دول كان ماستر كان دكتوراه كان كلام من ده. في ناس كويسه ومتزنه وعندها بالانس ان انا اتنفخت شخصيا يعني في الماستر والدكتوراه، لا انا احب اكون ايزي وبتاع وكلام من ده، ما احبش الطالب يمشي يعمل كده، بنفرحه ونعمله ما فيش مشكله نكبر بخاطره يعني ما فيش مشكله تزكيه مش عارف ايه في خطا نصحح الخطا بهدوء بكذا. فبالتالي يبقى عنده يطلع فاكر ذكريات جميله، فبالتالي ما ينتقمش من اللي تحته في يوم من الايام، لان هي اجيال بتسلم اجيال يعني وانس يعني كده. They will help you find مش عارف ايه كده. enjoy defense. ليه بقى؟ you have the world expert in the room. يبقى انت اللي بيمتحنك عندك 6 مثلا او 5 كو سوبرفايزر، عندك السوبرفايزر يبقى دي 6، عندك 2 واحد اكسترنال واحد انترنال اكزامينر واحيانا 2 اكسترنال ثاني، يبقى انت عندك 9 اكسبرت في الالزهايمر ديزيز في النيورو ديجنريشن مثلا ماشي. فانت لا يمكن تقعد مع 9 اكسبرت في نفس هذا الوضع، يبقى انت تحاول enjoy التريب enjoy اللحظه. فبالتالي يعني ما تبقاش في تنشن، لان هو لا يمكن انك تقعد الستة دول معاك تاني، لان خلاص الموضوع ينتهي يعني. They wanted to talk about your work how often will be happening in the future ماشي. If you want to have a practice طبعا ممكن يعني لما تيجي قبل البتاع كده تعمل rehearsal يعني تجيب مثلا مراتك واولادك ومش عارف ايه وتقعدهم وتجيب تتشو مثلا او قدام الكمبيوتر وتعمل بقى تعيش الدور بقى انك انت ايه قدام الكوميتي وكده وكذا كذا. يبقى في اتيكيت في الديفنس ان احنا نحب نشوفها يعني ماشي. الاتيكيت دي لابد انك انت تعرفها يعني introduce yourself، ما ينفعش بقى تخش كده زي السوري يعني حمار يعني وتقول introduction literature review it is high انه بما انه كده. لا يبقى انت المفروض انتدوس السيلف، يبقى انت تقول جود مورنينج جود افترنون مش عارف ايه يو نو وات ات از اي ام فيري اكسايتد ان انا موجود ومش عارف ايه وانا اي ام فروم ايجيبت يو نو ايجيبت واو بيراميدز نايل الكلام اللي احنا بنشوفه ده كده يعني يو نو وات مش عارف كده يعني. وبعدين تشكر الادفايزر بتاعك، انا شاكر جدا يونيفرسيتي منوفيه يونيفرسيتي نيه تحت هذه الفرصه الجميله جدا ان انا اتعلم مش عارف ايه وكده، وبشكر الادفايزر بتاعي دكتور اكس ان هو دكتور اكس ده كان جميل ومش عارف ايه وساعدني، وبرضه بشكر الناس اللي موجوده معايا في اللاب وكده وزود
ومش عارف ايه، مش ما كانش يتم الموضوع يعني، نحاول نبدا وكده يعني. يبقى بي سمارت طبعا، تبقى انت يعني تقعد كده، تبقى ما تبقاش يعني ايه خايف ومرتبك وعرقان وكده. ادريس ذا تشيرمان اند اكزامينر بولايتلي، سي ثانكس تو يور سوبرفايزر. يبقى انا لما احس انك انت، انا كاكسترن انا ما اعرفكش خالص، عمري ما شفتك يعني، اول مره بشوفك يعني، فانا لما الاقي عندك يعني سنس اوف ابريشيشن للجامعه بتاعتك، عندك انتماء، عندك مثلا بتقول بتشكر الناس، بتعمل كده يعني، بتشكر بالعرفان، ايفن العامل اللي هو بيعمل لك الشاي والقهوه. انا بشكر عمي مش عارف محمود كده، كان والله بيظبطنا بالقهوه بتاع كلام من ده، كلمتين مع نكته مش عارف ايه. يبقى انت كسرت اللي هو ايه اللي بتعمل، اللي بيسموه ايس بريكنج يعني، تعمل ايس بريكنج للسيشن اللي موجود فيه. يبقى بي هامبل طبعا، ما تعيشش في الدور بقى انك انت حتى ايفن لو انت بيتنت يعني. في بعض الاحيان البي اتش دي ستودنت بيعمل بيتنت يعني. انا كنت في امريكا، كنا خلاص اباوت ان احنا نعمل بيتنت، نعمل انيمال موديل جديد للاي دي اتش دي، ولكن حصل خلاف بيني وبين الادفايزر، فطبعا خدت الهارد ديسك عليه كل الداتا وكده، وعملت مشكله جامده جدا. وبعدين قلت له يعني انت كنت هتديني هارد تايم، انا اديك هارد تايم، فبوظت كل حاجه لدرجه ان انا عملت ريتراكشن لبعض البيبرز، وقلت يا جماعه انا كذاب، انا حمار، انا بوظت النتائج ليه، عشان احرق الموضوع عليه وعليا. فيعني قصه كبيره ممكن نعملها بقى في ويبينار لوحده يعني. طيب راشوناليز يور انسرز اند يور فايندينج اند ريليت ات ويز فايندينج، ميمورايز ذا اوثر اوف سيمينال ريفرنس. دي حته مهمه جدا. يبقى انت ما تخشش الديفنس الا لما تكون حافظ سيمينال ورك او سيمينال ريفرنس، في ريفرنس زي ما قلنا ايقونه لو انت شغال في اي فيلد اند سو اون. نو بليدجينج يعني ما تستناش من الادفايزر بتاعك اي حاجه، بالعكس ده الادفايزر هيكون اسوأ انسان على وجه الارض في هذه البتاع يعني، هو الوحيد اللي هيخيطك يعني. ممكن الاكسترنال يكون رحيم عليك، لكن السوبرفايزر هتلاقيه يعني مونستر، هتلاقيه واحد عاوز يخيطك ستيتش يعني، وماتريس يعني، ماتريس ستيتش يعني، ستيتش ملاش حل يعني. ماشي، يبقى انت مش بلج بقى، مش مثلا تنزلق في سؤال تقول والله طب يا دكتور اكس مش عارف ايه تساعدني، لا خلاص الموضوع منتهي يعني. فانت يعني حتى تخسر يخسر برجوله يعني. بي كيرفول اتنشن تو ذا كويشن، السؤال لو انسال طبعا، والاكسنت بتاع واحد مثلا طبعا ده في الانترناشونال، الاكسنت مثلا مختلفه تقول له سوري يعني بار مي مش عارف ايه الكلام ده، مي اي didn't get what you say بليز ريبيت. يبقى انت ايه تعمل، لكن ما تقولش ده يمكن بيقول كذا وتقوم هابد، لانك انت هتبقى غبي يعني، انت ما فهمتش السؤال وجاوبت اجابه ما لا لها علاقه بالسؤال. يبقى انا دلوقتي طب افرض ما فهمتش السؤال، يبقى انا اي didn't get what you want يعني، ممكن اكسبلين مش عارف كده يعني. طيب walk your audience through a story make a scientific story. يبقى انت في زي ما قلنا ان عندنا الكونسبشوال فريم ورك، يبقى لازم يكون عندك ستوري scientific story، يبقى اربط كل حاجه ببعض، لان هي دي في النهايه هي الفكره. summarize and tell زي ما قلنا clinical implications او practical implications او real life implications. يبقى المفروض في الدول المحترمه يعني، ان انا الحاجات اللي حصلت في اللاب او اللي حصلت في كذا، ان انا بنقلها للصناعه وبنقلها للريل لايف اكسبيرينس. يبقى الكونتنت بتاع الفايفا او البرزنتيشن طبعا بيكون في تايتل، باك جراوند، ريسيرش بروبلم، ميثودز اند سو اون سو اون. بتبقى عندك 20 مينتس، فما تقعدش بقى تهبد يعني. ماشي، هو 20 مينتس لو قلنا مثلا كل سلايدز هتاخد نص دقيقه مثلا، يبقى انت عندك 40 سلايد خلاص زيت زيت يعني، ما تقعدش بقى ايه تجود وتعمل وكلام من ده، لان مفيش حد يعني فايق الملك يعني. طبعا دي صوره ظريفه جدا وكونفيدنشال يعني، ده طالب، ده الاكزامينر اكسترنال، ده السوبرفايزر بتاعه هنا واحد يعني، بس مش هنقول عليه يعني. فالمهم طبعا بيشتغل، فانت يعني بنحب نقول ان طبعا حتى البودي لانجوج، الاي كونتاكت، الوقفه بتاعتك، كل الكلام ده، حركاتك، سكناتك، مش عارف ايه، تكاتاتك والحاجات ديت كلها، كل ده بيفرق. لان بحس ان انا خلاص قدام واحد بقى يعني خلاص دكتور يعني، خلاص بقى زميلي. ما انت اصل انت هو المشكله في ايه؟ انك انت مثلا خدت البي اتش دي بقيت دكتور، ماشي، وتفر بقى دكتور في ايه يعني، دكتور فلسفي او دكتور ام دي يعني، ماشي. فانت معنى كده انك انت زميلي، انا بروفيسور، اوكي نو بروبلم يعني، اتز ماتر اوف تايمز يعني، انا بقيت راسي براسك. وبالتالي حتى عندنا مثلا في الطب مثلا كده، وانس انك انت خدت دكتوراه او ماجستير، يبقى خلاص هتفتح عياده جنبي، يبقى انا مثلا قاعد والزبون بتاعي، لا ده انت نفس التخصص وانا اللي معلمك، وتفتح عياده وتاخد الزباين مني يعني، قمه المأساه يعني. فبالتالي يعني لازم تملى عيني يعني، لازم نحس انك انت ودي يعني برستيج وداخل. طبعا اللبس طبعا يعني مش هنختلف، هو طبعا تبع الكالتشر والسوشيو ايكونوميك والكلام من ده يعني، ولكن طبعا احنا في مصر بنقدس البدله وكرافته وكده، طبعا في بره الوضع مختلف يعني كومبليتلي يعني. anyway المهم تبقى يعني ايه، ما تبقاش مثلا لابس تيشيرت او كده مبقع وعليه مش عارف كيه وكده يعني، تبقى انت منظم ومنسق وكده، وقفتك يعني وقفه قويه وبتاع، واحد واثق من نفسه، الاي كونتاكت، ما تبصش على السلايدز على طول وكده. المهم anyway. طيب الـ النقطه دي ظريفه جدا، عشان يعني تاخدها وتتكل على الله يعني، هو خلاص كده كده الثيسس خلصت يعني.
مشكله الثيسيس كوميتي او الناس اللي هم امتحانوك هي بتجمع ناس ما لهاش علاقه ببعض. فالبروفيسور بتاعك ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك simultaneously your biggest ally and your worst enemy. الله، يعني هو المفروض البروفيسور، المفروض السوبرفايزر يقف جنبك، لكن في الحقيقه هو بيبقى اكثر واحد عدوانيه في هذا اليوم وفي هذه اللحظه بالذات. will be the first to suggest you do more work. يعني تيجي يقول لك الاكسترنال زي ما بيقول لك والله يا دكتور ده انت المفروض كنت تعمل الجينز كذا ولا تعمل مثلا ويسترن بلوت. السوبرفايزر يقول لك مش قلت لك؟ انا قلت لك اعمل كده بس انت ما رضيتش، مش عارف ايه، ماشي ورا دماغك على طول، بقول له كل حاجه هيخيطك يعني. فانت اذا ده السوبرفايزر بيبقى يعني ايه مستكين وكده. حاجه اسمها جورو اللي هي ايه، بيقول لك I am only here for the free cookies. Don't forget to bring the cookies. يعني في واحد جاي لا علاقة له بالعلم خالص. هو جايبينه عشان هو موجود مثلا في لجنة التحكيم عشان يرقي الناس اللي موجودة في القسم مثلا. جايبينه عشان في عشرة ومش عارف ايه. جايبينه عشان الراجل ده يعني ادى للأدفايزر بتاعك الدكتوراه من زمان. جايبينه عشان في ناس في مصر. المهم يعني حاجة على علاقات شخصية. الراجل ملوش في البطاطا يعني، ملوش في العلم، ملوش في أي حاجة خالص. هو جاي ياكل. لو أنت هتجيب له بقى بط وحمام مش عارف ايه، اوكي. لو أنت هتجيب له يعني حاجات فرنش بريكفاست وكده اوكي، يبقى هو مالوش دعوه في البطاطا ده، مالكش دعوه بيه يعني، خلاص اسمع نفسه هو يعني. فانت ادي له الكوكيز وعيش مع نفسك يعني. حاجه اسمها بقى اللي هو ادفيرزري، اللي هو بيبقى ايه يعني واحد ضد الادفايزر بتاعك، يعني واحد شرير بيكره الادفايزر بتاعك ماشي. فمعنى كده الادفايزر يقول لك يمين هو يقول شمال، هو مش عارف بيقول لك الحاجات دي تزيد الحاجات دي تعمل تزيد، يقول لك مش عارف كده. فاذا ده ممكن تستفيد منه، بمعنى ايه؟ انك انت ممكن تدخله في الحوار في النقاش وانت بتتكلم مثلا قلت كذا كذا كذا، الادفايزر يقول لك لا مش انا قلت لك كده، يقول له ممكن مثلا تقول له طب ناخد راي الدكتور اللي هو ده اكس، طب ايه رايك يا دكتور لان الحته دي بتاعتك مش عارف ايه، تلاقيه عجن الدنيا وقال لك لا ده انت غلطان هوب. يبقى انت يعني لبستهم في بعض وانت تحت في القصه دي كلها. فانت تكون سمارت وتلقط مين اللي هو دايما على صراع وخلاف مع الادفايزر بتاعه. بيقول لك سترومان او سترو وومن اللي هو نايس جاي نو اوبينينز، برضه جاي مستحمي لابس البدله وكرافطه وضرب مش عارف البرفان التمام وكده وقرفان من نفسه ومن الحياه، قاعد لا فاهم حاجه ولا عارف ايه، ولا عارف الرساله بتتكلم عن ايه، ولا قرا الرساله، ولا عارف انت مين، ولا انت مش عارف ايه. فهو جاي بس كده منظر وخلاص، ياخد له صورتين سيلفي ويحطهم على الفيسبوك وحيث انه وشكرا للدكتور مش عارف ايه ان هو يعني شرفنا في مش عارف في طب ايه وكلام من ده. يبقى ده مالكش دعوه بهم خلاص يعني. الاسيستنت بروفيسور بقى واد صغير حته او ست صغيره او كده لسه مترقيه يعني، هو واخد الدكتوراه من هنا هوب سنتين ثلاثه، قدم للجنه هوب بقى اسيستنت بروفيسور، اول مره يشرف او اول مره يحضر الكوميتي اكزامينيشن يعني، فاكسايتد وهو مش عارف ايه ولا عارف حاجه في اي حاجه ماشي. يعني هو بريتند ان هو فاهم كل حاجه ولكن هو مش فاهم حاجه في البطاطا في البلاله. ليه؟ لانه هو كان قبلك يعني، هو كان في نفس الموقف ده من سنتين ثلاثة اربع سنين، مش مصدق نفسه ازاي هو الامتحان. يبقى اذا نون اوف ذم ويل اكتشولي your entire thesis. يبقى لازم تعرف ان انا ما يكون عندي thesis مثلا 250 ورقة بيتش دي انا مش هحلم بها يعني، فانا المفروض مش هقرا كلها طبعا، الاونستي ان انا اقراها كلها طبعا، بس الواقع ما فيش حد من دول قرا ال 250 صفحه بتوعك، فبالتالي ما فيش حد من دول فاهم حاجه في اي حاجه في البلاله. فانت ذا موست اكسبرت، فانت ما تبقاش ستريس، ما تبقاش متنشن، لا عندك كونفيدنس، عندك تراست. وبعدين دائما تختار، بيقول لك ايه، سيلكت يور باتل جراوند. فهو لما تنسيل السؤال خد السؤال اللي لمتك، دخله في تكنيكس، دخله في ميثودز هو اصلا مش عارف الميثودز. يعني انا شخصيا مش عارف الميثودز اللي هو شغال عليها، ولذلك بتجنب ان انا اتكلم في الميثودز. انا بتكلم في الثيوريتيكال، بتكلم في الـ في الـ في الـ في الديزاين، في الماتريكس، في الـ في الـ في الكونسبشوال فريم ورك. لكن انت لما تيجي تقول لي مثلا يعني سالتك سؤال خدتين على الويسترن بلوت وتقول لي بتوهني ده انا جبت كذا وجبت كذا والريجنت، انا مش عارف ما عملتش ويسترن بلوت اصلا، يعني مش انترستد خالص. خلاص اقول لك اتس اوكي، خلاص اوكي ماشي. بعد كده وات نوت تو اكسبكت فروم يور ادفايزر، زي ما قلنا سمايلز. يبقى انا ممكن حتى ما يبقاش سمايلز، مايند ريدنج سكيلز مش موجود. يبقى انا ببحث عن ايه، ريفيو اوف ليتريتشر ميثودولوجي، كل الكلام ده ان انا ابحث عنه في الـ في الـ في الـ في الثيسيس. برزنتيشن اوف ريزلت، ديسكشن اند كونكلوجن، دي مهمه بالنسبه لي، لازم اعرف الحاجات دي كلها وانت تقول لي عليها. طبعا الجريدز موجوده هنا دلوقتي، ممكن تاخد ايه. يبقى انت خلاص عديت بي 1 كونديشن بس، ان في ريستريكشن عليك كونديشن بس، ممكن 3 شهور او 4 اسابيع كذا. في كونديشن بس برضو في السي. في الدي يعني ايه، ان انا ممكن اقول لك انت لا تقل مستوى الدكتوراه، خش في الماستر على طول. يبقى انا عديك ماستر، طبعا ده فيلير، بيج فيلير. في الاي بقى لو انت خدت الاي، حاجه اسمها سايونارا، سايونارا بالماليزي يعني جود باي، يعني انت خلاص استمر سته انت فاشل ما تعرفش حاجه. طبعا دي مساله كبيره جدا يعني، فاحنا عاوزين خلينا في الاي والبي ماشي. السي ممكن يعني كل دي كونديشن.
بس في ميجور كوركشنز في ماينر كوركشن. طب it is all over يعني انا خلاص اوفر، يبقى فينيش رايتنج ديفنسنج ذا ثيسيس، يبقى انت لازم تعمل تفكر تعمل بابليكيشن بيزد اون ثيسيس يعني. ولذلك يعني بابليكيشن من الثيسيس مهمه جدا، لانك كل ما تتاخر وما تعملش بابليكيشن، لو انت خدت في تراديشنال، لو احنا خدنا تراديشنال ما نشرتش قبل كده، هتقدم الداتا اللي معاك، هتكسل هوب هوب، هتلاقي نفسك لوست الداتا بتاعتك، فبالتالي انت عاوز تنشر على طول بعدها. طبعا دي المانسكريبت الفيرست اوثر اللي هو انت عارف كل كبيره وصغيره، السكند اوثر واحد حبيبك وبتاع بيظبطك، الكورسبوندنج اوثر اللي هو السوبرفايزر ده في القله خالص بلاله يعني مش فاهم حاجه في اي حاجه، ولكن هو كبير بتاع القعده يعني، فبيبقى هو اللي جاب الجرانت باسمه مش عارف ايه، او هو السوبرفايزر بتاعه. فبالتالي انت عشان تنشر لازم تبقى موجود يعني. طبعا احنا ببلش ثيسيس، ما فيش حاجه اسمها ببلش ثيسيس، انت ببلش فروم ذا ثيسيس، يبقى انا بطلع ارتكلز من الثيسيس، ما بجيش الثيسيس دي كلها واحطها اعملها يعني. في فرق بين الثيسيس والجورنال ارتكلز، زي ما قلنا ان الثيسيس بتبقى كبيره، الجورنال ارتكلز كونسايز، ولو انا استخدمت مودرن تكنيك يبقى انا في هذه الحاله ضربت عصفورين بحجر، ان انا عملت ثيسيس وان انا نشرت في 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 نفس الوقت. يبقى اذا زي ما قلنا لونجر يو ويت ذا هاردر ات جنرالي از، يبقى انت ما تستناش كتير بعد ما تخلص الثيسيس، المفروض تنشر منها والمفروض تنشر فيها يعني. طبعا البابليكيشن تكون في جورنالز كويس وكده، وطبعا لو ريفير هاو تو رايت ساينتفك كده، المحاضره اللي قبل كده احنا قلناها في الويبينار دي مفيده يعني. فالمهم عشان نخلص ده اخر اعتقد دي اخر سلايدز وكده يعني، بيقول لك البيسبول رول، ماشي، في البيسبول رول بيقول لك سترايك 3 اند يو ار اوت، يعني لو انت عملت بيبر اف يور بيبر ريجكتد تراي انذر جورنال، اوكي، اف ات از ريجكتد اجين تراي اجين، اف ات از ريجكتد ا ثيرد تايم ثرو ات ان ذا جاربيج، it is done، يبقى انت بتحجص بتهرج يعني. يبقى احنا دلوقتي ده سترايك 3، يبقى ابعت الجورنال يكون حتى امباكت فاكتور عالي وكلام من ده، تاخد الفيدباك بتاعه تحسن البيبر، انزل في الامباكت فاكتور شويه وشوف جورنال تاني، تراي اجين، لو فشلت خلاص يبقى انت كده دخلت في الكريتيكال، ممكن تودي الثيرد تايم ات از اوكي، لو كده فشلت والله تنسى، but do not give up until you have tried three times، يبقى انت على three times. طبعا لو انت بعت الجورنال هاي امباكت فاكتور في الاول وريجكتد، يعني ده مش ريجكشن، ده بالعكس ده اونر يعني، لو انت مثلا نيتشر او ساينس وكلام من ده، فانت طبعا يعني ده شرف انك انت تحصل لك ريجكشن اصلا يعني، واحد يقرا البيبر بتاعك يعني. فاذا اللي احنا عايزين نقوله من الكلام ده كله، انك انت تحاول البيتر البيست ماي ادفايس، انك تخش مودرن ثيسيس، انك انت تنشر اثناء شغلك. فبالتالي الميزه هنا ايه؟ ان انا لما اشوف مودرن ثيسيس، لما تجي لي مثلا ثيسيس معموله مودرن ثيسيس، يعني مثلا الشباتر في عباره عن مانسكريبت ببلشد اوريدي، ماشي، انا كده ما اقراش يعني، انا ما بقراش اصلا، انا اقرا اقول ايه يعني. انت مثلا لما تيجي انا اسالك انت كستودنت تقول ايه يا عم الحاج، ده البيبر ديت منشوره في جورنال امباكت فاكتور 2.5، معنى كده ان هي حصل لها بير ريفيو، معنى كده ان في 3 ريفيور اتليست راجعوها وناس جامد، وعملنا كومنت وعملنا ردينا ريبلاي للريفيور، تيجي لي انت بقى تقعد تعمل لي فيلم انت كده احرجتني، انا مش هسالك، هسالك ايه بقى، ما خلاص انتهى، اتس دان، يبقى انت كده زنقتني، يبقى انا كده الشابتر 2 و3 و4 و5 اللي منشورين انا اعديهم، ماشي، اسالك فين بقى؟ في الكونسبشوال فريم ورك، اسالك في الليميتيشن، أسألك في السيجنيفيكانس، أشوفك أنت فاهم الليلة دي كلها ولا مش فاهمها يعني، ماشي؟ فإذا يعني مودرن ثيسيس ده فيرست تشويس. طب أنت ما عرفتش تعمل مودرن ثيسيس، عملت تراديشنال ثيسيس زي مثلا ده الرولز عندك هنا، نصيحة برضو حاول تنشر وأنت في الليلة في ماشي كده يعني، مش مهم تحط البيبر ده، ممكن تعمل يعني مقدمة وكده وتقول إن إحنا نشرنا في جورنال كذا 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 وتحطها في الأبندكس زي ما إحنا قلنا، معنى كده إنك بتديني كريديبيلتي ومصداقية. ما أقدرش أقول لك بقى ده أنت في ميجور كذا، ده الهايبوث هايبوثيسيس غلط، هايبوثيسيس غلط يا عم، ده احنا نشرنا وكلام من ده وقعدنا فيه يعني. فاذا يعني دي خلاصه الكلام اللي انا حبيت اقولها، واتمنى ان انا اكون نقلت يعني تجربتي الشخصيه، واسف للاطاله، وان شاء الله لو في اي كويشنز او كومنت انا تحت امرك يعني. شكرا جزيلا. كانت وبينار لذيذه جدا يا دكتور. ودلوقتي مع عدد الأسئلة، لو حد عايز يسأل، أنا كان عندي سؤال، أنا صراحة اللي عندي سؤال. يعني أنا أنشر، يعني أنا دلوقتي لو أنا عايز أخد دكتوراه أخدها ولا ما أخدهاش؟ والله يعني هو بص عليك يعني، هو مش عارف أقول لك إيه، هو طبعا يعني
القضيه كلها في السوسايتي، في المجتمع، في التقدير. يعني انت مثلا الدكتوراه بتعلي الكواليفيكيشن، ممكن تلاقي شغل احسن. يعني بمعنى اخر، انا هنا مثلا في ماليزيا، طب ما انا لو مش واخد دكتوراه من امريكا مثلا ما كنتش جيت هنا مثلا. يعني اذا هي انت تاخدها بمعنى ايه؟ انك انت هتتعب اي نعم، بس تفتح لك مجالات للاوبشنز في العمل. يعني مثلا في مصر عندنا، انت لو واخد دبلومه اطفال مثلا او دبلومه نساء، ليميتد. يعني شغلك والوظائف بتاعتك ليميتد. طب لو خدت ماجستير الموضوع كبر معك شويه، لو خدت دكتوراه كبر شويه، لو انت ستاف جامعه شغال في يونيفرستي يبقى انت الاوبشنز بتاعتك فتحت. فانت ممكن نقدر نقول ايه، افرش عشان تلم. يعني هو احيانا بتفرش وما تلمش، اتس اوكي، مفيش مشكله. يعني ده دي الحياه يعني. فهو يعني المفروض يعني التيبيكالي يعني الديزاين وكده. بس طبعا هو الحياه دايما لايف از انفير. يعني طبعا ممكن تعمل كده وما تاخدش نصيب، ده نصيب يعني. ولكن في النهايه يعني لو توفرت انك انت يعني نقول ايه، انت بتستحضر النيه انك انت برضو ده علم، وانك انت بتتعلم وتجتهد وتنقل العلم لناس تانية فتاخد ثواب، وبعدين يعني ممكن تستفيد دنيويا واخرويا يعني. اتكل على الله واعمل. طب والسؤال تاني، هو يعني لازم شهاده الدكتوراه لازم تكون مصحوبه بنشر الورق البحثي ذات نفسه؟ يعني لازم انشر ورقه بحثيه مع الدكتوراه عشان جامد جدا يعني، ولا بص عليك يعني هو الاجابه طبعا معقده. بمعنى ايه، انت طبعا بتمشي تبع، بقول لك اذا ذهبت الى روما فالبس كما يلبسون. فانت خلاص بقى انت في مصر مثلا، فبتهبط زي ما موجود في السيستم بتاعك. ولكن البوينت هنا ايه، ان عشان تجيب مكان كويس وتشتغل في مكان كويس، في كومبيتيشن عاليه جدا. يعني لاحظ ان انت في هذه اللحظه، انت دلوقتي بتكلمني من مصر وقاعد في الاوضه بتاعتك ووراك نجفه ومش عارف ايه وحاجات من دي. يعني في هذه الحاله وانا بنتكلم، في واحد في الهند مثلا، في واحد في امريكا، في واحد في كندا نفس سنك او نفس سني، بيعمل بحث، بيعمل بتاع. وطبعا كلنا عارفين الكوفيد والفاكسين والحرب على الفاكسين، فبقى في دول عندها الفاكسين ودول تانية مستنيه جرعه جرعتين، اديني جرعه مش عارف. فاذا خلاصه الكلام ان ما فيش حاجه تخسر. يعني هو انت الشهادات والبابليكيشن وكده بتديك سبيسيفيك جرافيتي وقوه. يعني مين اللي يقدرك بقى، هي دي القضيه. يعني مش شرط بلدك تقدرك، يعني ممكن في حته تانية. يعني هو في سؤال من واحده اسمها هند، هو بتقول ايه نصايح حضرتك للطلبه اللي لسه ما تخرجوش وعايزين يكملوا في مجال البحث العلمي؟ وسؤال كمان، هل ينفع نكلم بروفيسور بره مصر ونسالهم هل ينفع ناخد معاهم سمر ريسيرش مثلا، ولا ايه راي حضرتك؟ هو نفس المشكله. يعني هو مشكله حضرتك ايه، في المشكله ايه حضرتك؟ اجين المشكله في الكومبيتيشن. يعني لو حضرتك اندر جراد في كليه علوم مثلا، ماشي، الاندر جراد في كليه علوم في امريكا او في اوروبا بيكون نشر 2 3 بيبر، ماشي. فهو يعني مشكلتنا ان احنا مظلومين، يعني بمعنى طبعا ما فيش موارد وريسورسز وكلام من ده والبيئه كلها. فانا مثلا سني كذا، لو قارنتني بواحد في امريكا او اوروبا هتلاقي بقى نشر اضعافي، مش عارف عملي، مش عارف ايه كده يعني. فهو المشكله حضرتك دلوقتي ايه، ان علاقه يعني فيجوال سيركل، يعني 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 دوره يعني مميته. يعني لو انت ما نشرتيش مش هتبقى عندك سي في كويسه، ما فيش حد هيرضى ياخدك مثلا، مش هتعرف تجيب سكولرشيب، ماشي. طب لو ما معكيش سكولرشيب وفلوس مش هتعرفي تاخدي ماستر، مش هتعرفي تاخدي دكتوراه. فهي الموضوع كبير يعني، فتبع امكانيات سيادتك. يعني ما اقدرش اقول يعني كده. هو طبعا نتوركينج كويس، يعني لو في اي مساعده ممكن اساعد، ما فيش اي مشكله لو في الفيلد بتاعي. يعني ما فيش ياس يعني، حضرتك راسلي وكده. ولكن يعني كومبيتيشن عالي، ولازم الواحد يبقى عنده سي في كويسه يعني. فممكن حضرتك تبقى جوي مثلا ريسيرش تيم في جامعه مثلا، يعني مثلا جامعه زيول فيها ريسيرش تيم كتير في ساينس، مش عارف ايه الكلام من ده. ممكن مثلا تعملي مع ناس بروفيسور او ناس تكون تنشري بيبر واحده اثنين ثلاثه وهكذا. المهم بيكون في سي في يعني، ما افتحش السي في الاقي فيها تاريخ الميلاد ومكان الميلاد والتليفون وخلاص يعني. كده الاندر جراد مظلومين قوي يا دكتور. هو كلنا مظلومين بصراحه، مش اندر جراد يعني. يعني ما هو في سؤال تاني من ايات، هو بتقول انا دايما ليتريتشر ريفيو، انا بعمل بحس ان انا ناسي حاجه او ان انا ما قريتش عن الموضوع كله، افضل اقرا تاني. المشكله ان السوبرفايزر بتفضل تقول لي عايزين نبدا في الفيرست درافت ونخلص. هو يعني هو بص حضرتك، يعني هو يعني مع احترامنا، انا طبعا ما اعرفش حضرتك، ما اعرفش السوبرفايزر، بس هو دايما يعني زي ما قلنا، يعني لو ربنا كرمك بواحده متفهمه او واحد متفهم، فيعني حزت لك الدنيا. لو واحد بقى مش متفهم، يعني
هتبقى مشكله جدا. كل ما تدي له حاجه يرجعها لك ونقعد نلت ونعجن وبتاع، وتلاقي مثلا انت صلحت درافت 2 درافت 3 درافت 4، تلاقي درافت 5 هي درافت 1 اللي رجعها. يعني انت اقول لك شيل الجمله ديت، حط الجمله ديت، الباراجراف ده. فيعني وطبعا يعني مع احترام للناس برضو، في ناس كتير في مصر بيمسكوا في الحاجات التافهه يعني، الكومه والفاصله مش عارف ايه، يعني بيسيبوا من الـ من الـ من الساينس يعني. خلاصه الكلام حضرتك يعني يا دكتوره ايات ان شاء الله، يعني انا اقول لك ايه، بقول لك يعني ارضي الادفايزر عشان نخلص وتخلصي وتاخدي دكتوراه او تاخدي ماجستير وتعرفي تجيبي مثلا سكولرشيب، ويمكن ربنا يكرمك وتتعاملي مع ناس يعني. يعني في امريكا يقول لك ايه، I am not the boss but my job is to make my boss happy. فانت ميك ماي بوس هابي يعني، فانت خلي الست سعيده ومبسوطه اسمعي كلامها يعني. هو في سؤال تاني من محمد بيقول: مساء الخير، انا لسه طالب في بكالوريوس بطب اسكندريه، ازاي اقدر اكمل في الكلينيك دراسات عليا بالفعل؟ شوف يا وهل الافضل ان هو يكمل اكاديمي ولا لا؟ شوف يا دكتور محمد محمود، دكتور محمود هو يعني الحمد لله انا معايا ام دي بي اتش دي يعني، فهو يعني الفكره انت ممكن تكمل الاثنين. ام دي بي اتش دي بتبقى ريسيرش ساينتست، سوري بتبقى فيزيشن ريسيرش او فيزيشن ساينتست، ده مشهور جدا. وطبعا في امريكا الام دي بي اتش دي اقوى من البي اتش دي بس، واقوى من الام دي بس. فاحنا فحضرتك التارجت بتاعك ممكن تاخد الاثنين ام دي بي اتش دي مع بعض في خلال الاندر جراد. دلوقتي حاول تشوف الناس الاكتف عندك في الكليه، المجال اللي انت عاوزه، شيء سي مثلا مجال نيورولوجي، تروح النيورولوجي، السلام عليكم اسمي محمود عبيد، تنقي مثلا واحد كده يكون اكتف، ودكتور لو سمحت دكتور انا ممكن يعني اكتب بيبر معاك وكده. اقول لك يا ابني هتكتب بيبر معاك ايه، انت مش فاهم حاجه؟ تقول له لا ممكن اعمل ريفيو ارتكل. الريفيو خلاص، يبقى انا مثلا اعمل لي يا ابني ريفيو ارتكل عن الباركنسونيزم مثلا، عن انفايرمنتال توكسين مع الباركنسونيزم، ماشي. تروح بقى هناك وتعمل وكده وتلتقي معاه، لو كان راجل كويس يبتدي يعلمك ازاي تكتب ازاي تعمل. يبقى انت في خلال اندر جراد اتليست هتعمل ريفيو ارتكل او ميتا اناليسيس. الاثنين دول مش عاوزين فلوس، مش عاوزين حاجه، عاوزين كمبيوتر، عاوزين كمبيوتر كويس ماشي، وتشتغل وتقرا وكلام. في خلال هذه البروسيس انت تقدر تكون يعني فكره عن انت اتجاهك ايه، هل اتجاهك مثلا نيورولوجي، انترنال ميديسن، مش عارف اوبستاتريك، جينيكولوجي اند سو اون. خلاصه الكلام يعني طبعا انت التارجت بتاعك يكون ام دي بي اتش دي، تشتغل الاثنين مع بعض. الكونسبت عندنا في مصر القديم التخلف اللي احنا كنا فيه، يقول لك اي كلينيكال احسن من اي اكاديمي، الموضوع ده مش صح يعني. هو انت ممكن تعمل الاثنين مع بعض، بتبقى عندك ترانسليشنال ريسيرش. ترانسليشنال ريسيرش يعني ايه؟ فروم بيد سايد تو لاب سايد او بنش سايد اند ريفيرز. يبقى انا ممكن اطلع بالبروبلم في اللاب وبعد كده اخدته للبنش سايد للانسان، او اشوف ان في بروبلم عند الانسان اخدته واروح اللاب وكده. يبقى انا من اللاب سايد بنش سايد تو بيت سايد او بيت سايد تو بنش سايد. اوكي، وبالتوفيق ان شاء الله، وتحت امرك لو في اي حاجه ممكن تتصل بيها على الايميل دكتور محمود. هو في سؤال تاني من شريف بيقول له: هو المفروض ان البي اتش دي تخلص وعنده كام سنه؟ هو طبعا بتختلف يعني، مثلا طب مثلا عندنا احنا بنتخرج كتير يعني، بنتخرج مثلا يعني سن كبير وكده، وبعدين تطلع بره يعني مثلا على ما تجيب سكولرشيب وتقعد بقى تترفض ومش عارف ايه وكلام من ده. فطبعا يعني احنا يعني اقول ايه، بس يعني ظروفنا طبعا مختلفه في مصر وكده يعني. فالسن ما بلاش ما تشغلش بالك شريف يعني بالموضوع ده، لانه هو ايج از جاست ا نمبر، مفيش مشكله يعني. انا دلوقتي سني 48 سنه يعني، بس لسه صغير يعني. فانا مسجل دكتوراه بارت تايم سايكولوجي، فهتبقى ديت الثيرد بي اتش دي يعني، دي البي اتش دي الثالثه بتاعتي. فطبعا انا بحضر مع الاندر جراد وبتاع وكده، فبصراحه شكلي وحش قوي جدا معهم يعني، بس هو يعني ظريفه يعني، بتحس برضو ان في حاجه يعني، بنكسف يعني وكده ومعاهم، بس يعني بنقدر نقول زي ما قلت لحضرتك الليرنينج از ا كونتينوس بروسيس، وانك انت تتعلم من الناس ومفيش مشكله. فالسن مش قصه، لان احنا ظروفنا مختلفه طبعا. طب هو بس كان اخر سؤال انا اخر سؤال ليا انا، هو يعني لو هو نصيحتك ايه للناس اللي هي مثلا عايزه تكمل في المجال بتاع الريسيرش عامه وهم اندر جراد وفي بلدان مش هتسمح بكده، يعني هم مثلا اندر جراد او هم يعني مثلا يستنوا الماجستير حضرتك عشان يعملوا يبداوا في الريسيرش، ولا يبداوا يدوروا من دلوقتي في حاجات المتوفره، او هم يعملوا ما هو عشان اقول لحضرتك يعني، هو المفتاح في الموضوع نتوركينج ماشي، واعرض نفسك. بمعنى ايه يعني؟ دلوقتي مثلا هاخد مثال كليه الطب مثلا، انا في طب المنوفيه في سنه رابعه مثلا ماشي، ومهتم بالبحث العلمي. انا افترض ان انا مهتم بالنيورولوجي مثلا، بشوف في الكليه مين اللي شغال في النيورولوجي او نيوروساينس ماشي، هتلاقي مثلا ثلاثه او اربعه،
اروح للدكتور الاولاني، والله يا دكتور محمد انا كذا كذا كذا، ممكن اساعدك في اي بحث مثلا. طب الراجل ده بيعمل مثلا كلينيكال ريسيرش مثلا على العيانين، ممكن تعمل انترفيو مع العيانين مثلا، ممكن تجمع الداتا، تعمل اناليسز الداتا، وبعدين في المقابل تحط اسمك على بيبر. يبقى انت كسبت بيبر، كسبت نتوركينج مع الدكتور ده، عرفت اساسيات البحث العلمي يعني. طيب الدكتور محمد انت رحت له، طلع دكتور تعبان وطردك وشتمك وبتاع، اتس اوكي مفيش مشاكل، روح للدكتور احمد، الدكتور احمد جنبه ممكن يكون كويس، وهكذا. فانت اذا تعمل نتوركينج وتتوسع. طيب المنوفيه كلها لقيت ما لقيتش فيها حد كويس ومش ملاقي هناك، روح من القاهره، روح عين شمس، اتخبط على الباب وتقول السلام عليكم انا طالب كذا 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 وعاوز اعمل ريسيرش، هتلاقي بقى واحد يطردك بره، واحد يكون كويس يعني. وانت ماشي في السكه بدام نيتك كويسه وكده، اكيد هتلاقي حد كويس، حد كويس هيلقطك، هتشتغل معاه في تيم، تنشر واحد ريفيو بيبر، تنشر ميتا اناليسيز. يبقى انت اتخرجت من طب ماشي، هتلاقي عندك سي في كويسه، عندك 3 4 بيبر. لما تيجي تقدم على سكولرشيب، لما تيجي تقدم حتى على يو اس ميلي اللي هو المعادله الامريكيه، او ماتشنج بعد كده، بيتم اعتبار هذه الحاجات، لانك انت اندر جراد نشرت بيبر. المهم حتى ريفيو مش هتفرق، ميتا اناليسيز مش هتفرق. بعد كده ممكن تخش مثلا في بروجكت، ريل بروجكت، عرفت اكسبيرمنتال، ومن خلال هذه الرحله الصغيره هتعرف قال له طب انا عاوز اشتغل بيزك ولا بيزك ساينس، بيزك ميديسين يعني، ولا كلينيكال، ولا اشتغل ترانسليشنال، وهتعرف طبعا تحتكاك وكده. وطبعا نصيحه ثانيه، ان احنا في الكوفيد دلوقتي فكل المؤتمرات اونلاين، ومعظم المؤتمرات بريديوس دي فيز او فري. احضر مؤتمرات، شوف الناس بتتكلم ازاي، شوف زمايلك بيعملوا ازاي، بوسترات مش عارف ايه كلام من ده. فانت حط الموضوع في دماغك ستيب باي ستيب، هتلاقي الدنيا ماشيه، وبالتوفيق ان شاء الله يعني. طب وحاجة أخيرة، ولو اللي عايز يرسل حضرتك يقدر عن طريق إيه؟ ما حضرتك بقى ما فيش مشكلة، ما إيميل مثلا ممكن تديله إيميل يعني كده يعني، وطبعا يبعت لي إيميل وكده، مش هرد عليه طبعا أكيد يعني، بحذر يعني. والله يعني لو في اي مساعده انا تحت امركم يعني، في اي حاجه، وبالتوفيق ان شاء الله. واتمنى ان ما تشوفوش اللي احنا شفناه يعني، او اللي انا شفته يعني شخصيا. فاحنا عاوزين نعلمكم برضو اجين، اهم حاجه الايثكس، يكون في ايثكس في البتاع، لان كنتوا الامل يعني، احنا خلاص بقى يعني اتكل على الله يعني، فهو نسالك الرحيل يعني، فهو يعني ايثكس ثم ايثكس ثم ايثكس يعني. تمام، احنا كده وصلنا لنهايه الويبنار، واحنا حابين نشكر طبعا كل متابعين مصر في الاول، واخيرا بنحب نشكر دكتور وائل على الويبنار اللذيذه دي، شكرا جدا يا دكتور، وان شاء الله نشوفك تاني قريب في ويبنار تانيه، ونشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.